أسعد الله مساكم مشاهدينا، ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة متجددة من برنامجكم الجميل واللي تحبونه، برنامج سيدتي. وكالعادة بداية أسبوع مع عبير الوعد. أهلا وسهلا يا مها، وأهلا وسهلا طبعا بالسادة المشاهدين. بداية أسبوع إن شاء الله موفقة وجيدة وجميلة وإيجابية للجميع بإذن. أنا مبسوطة أن أنا وإنتي سوا اليوم، من زمان ما قدمنا لحالنا. هو كل أحد عبير؟ لا لك الأحد أنا وإنتي. صدق؟ صدق شكلي ما دمت يوم الأحد. صدق. طيب عبير، إيش رأيك نطلع أنا وإنتي والمشاهدين ونشوف عناوين حلقتنا لليوم؟ تأخر النطق والكلام عند الطفل، ما هي الأسباب؟ وهل الوصفات الشعبية مجدية؟ الروائي يوسف المحيميد يكشف عن جديده ويتحدث عن طرق اختيار الرواية المناسبة. كيف نستغل أوقات فراغنا بوجود الأصدقاء؟ مستقبل تصميم الأزياء ومكانة المصممة السعودية. بشعار تخيل أكثر، أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ عن موعد بدء موسم الرياض 2، واللي مقرر أنه يكون يوم 20 أكتوبر القادم. تخيل أكثر يا جماعة، يعني وش ذا الحماس؟ الصراحة أنا قاعدة أشوف الحماس كثير. إحنا متحمسين أكثر شيء. إحنا أكثر ناس متحمسين. وعلى تويتر شفتهم كمان تفاعلوا. لكن عبير خلينا نقول لك أو نقول للمشاهدين كم فعالية راح تكون إضافية على هذا الموسم بالتحديد، واللي راح يكون من أكبر المواسم اللي أقيمت تتوقع في المملكة. طبعا المختلف في هذا العام أنه بتنظيم أيادي سعودية، طبعا عازمة على إبهار العالم للمرة الثانية. خلنا نقول لأن السنة اللي فاتت كمان كانوا تقريبا أغلب اللي موجودين، إذا مو كلهم، كانوا سعوديين من شباب وشابات. وراح يشمل الموسم على 70 حفلة غنائية عربية وست حفلات دولية أو غنائية عالمية. كمان إضافة إلى 10 معارض تخيلي عالمية يا عبير، وإقامة 350 معرض أو عرض مسرحي بالأصح، و18 مسرحية عربية وست مسرحيات عالمية. يعني مو بس قاعدين يرضون العرب أو الناس اللي يتكلمون باللغة العربية، كمان الناس اللي يتكلمون بلغات أخرى. صح. إنجليزية أو غيرها. صح. وما ننسى معها يمكن أنه العروض العالمية راح تفتح كمان آفاقنا على ثقافات جديدة وعلى آداء جديد ومتميز. صح. يمكن نعرفه أو نتعلمه من أشخاص ثانيين. بالعكس، الاختلاف شيء جميل. كمان أنا هضيف على معلومات مها، بطولة واحدة راح تكون للأسف للمصارعة الحرة، هتكون في كمان مباراتين، اثنين تذكرة طيني تذكرت، مباراتين عالميتين ومئة تجربة تفاعلية. كمان راح يكون في 200 مطعم، 70 مقهى تتناسب بتنوعها أذواق أكيد الحضور والشرائح العمرية كافة. آخر حاجة يمكن أضيفها أنه راح يكون في على مدار 7500 يوم من الفعاليات كل هذا اللي احنا ذكرناه. 7500 يوم. او ماي جاد، حلوين حلوين. بدل عبير، انا عارفه انك انت تحبين المصارعه، عشان كذا ودك انها تكون اكثر. ترى ممكن انهم يزيدون، هواي نات، بس انه حلو. يعني انا حضرت، يمكن ما حضرت موسم الرياض، حضرت في موسم جدة. كان في مصارعة حضرتها الصراحة مع أخواني الصغار، شيء عظيم. أنا جلست أفكر في تجربة سيدتي اللي رح نسويها هذا الموسم، فمن الأشياء اللي أنا أيوة أبغى أحضر تجربة مصارعة حلوة، أبغى أكون في الصف الأولى عشان كذا لما يفقع وجه أحد أنا أشوف. والله مرة متحمسة. كمان ما خليني أقولك أنه تفاعل العديد من الناس مع هذا الخبر، خبر إعلام موسم الرياض، اللي كان مثير للتفاعل هو الكم الهائل كمان من العروض والفعاليات كما ذكرنا لكم، واللي رح تكون كلها متاحة في مكان واحد والأول مرة في العالم. كما علق المخرج عامر الحمود أنه لأول مرة 350 عرض مسرحي سيكون متاح في مكان واحد وفي موسم واحد. هذا الشيء اللي هيحط المملكة في المقدمة بإذن الله. جميل. يعني تدرين وش اللي لفت نظري للأمانة؟ يعني احنا نعرف معالي المستشار ما شاء الله عليه روحه شبابية، ودائما ما يكون يعني يتكلم بلغة الشباب. صح. فشفت وبيتفاعل معهم بالضبط. أمس واللي قبله يمكن بالتحديد كان ينادي على الشباب والشابات اللي عندهم بزنس، اللي عندهم أعمال حابين يشاركون فيها. تاس. في موسم الرياض بالتحديد. وكمان شفت لستة براندات يمكن حطها سعودية، سعودية طلبها بالاسم، وقال يا شباب ويا بنات اللي حاب
يشارك يدخل على هذا الرابط أو يتصل على هذا الرقم. فمرة حبيت البساطة في الموضوع يعني ما خل الموضوع متكلف لأن الموسم ممكن أنه يتحمل الشعب كامل. صح فعليا جميل. ويمكن كمان ما أجمل دعم أنه عارفة تسمعي من صوت أحد كبير بيجي بيقول يلا هاتوا إحنا نحط يدنا على يدكم يلا خلينا نبدأ سوا نشتغل سوا. يمكن كثير من أصحاب البراندات السعودية مستنيين فرصة زي كده. صح. فيلا شاركوا بالعكس ونبغى نشوفكم في هذا الموسم زي ما شفنا كثير في الموسم الماضي. طبعا طبعا 100%. طيب خلونا نطلع من موضوع موسم الرياض ونستنى أكيد طبعا راح يكون في لقاء صحفي أو مؤتمر صحفي قالوا في تاريخ 5 إذا أنا ماني بغلطانة وبعدين أو 4 أكتوبر و20 أكتوبر راح يكون بداية الموسم. فإحنا متحمسين وأكيد راح ننتظر كل التفاصيل حقت الموسم. خلينا ننتقل مع المشاهدين عبير على قصة غريبة شوي. تخيلوا أن سيدة فقدت ابنتها في حادث اختطاف وكان عمر بنتها وقتها 6 سنوات بس. المهم بسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا وبالتحديد تم لم شمل ابنتها المخطوفة بعد 14 سنة والسبب تخيلوا كانت رسالة على الفيسبوك. والغريب في القصة أن الابنة المخطوفة سرقت من بيت الأم في ولاية فلوريدا الأمريكية وأخذوها إلى المكسيك. ترى مشوار مرة مشوار على المكسيك. كانوا رايحين هم أنا أقول لك هم كانوا رايحين المكسيك وعدوا على فريدة في السكة وواجهوا خطفوا البنت وكملوا لقوا بنت كده. لا لا بمزح صغيرة يعني لا الصدق مرة مخيفة القصة يا جماعة. هي مخيفة بس شوفي ماها النصف الممتلئ من الكأس إنه هذه إيجابيات السوشيال ميديا. هذه الأشياء الحلوة اللي فعلا ممكن نستفيد منها في السوشيال ميديا إنه أصوات الناس بتوصل وبتستمع. يعني بس عبير عاشت عند ناس غريبين ما هم بأهلها ولا أمها ولا أبوها لمدة 14 سنة. أنت مستوعبة ترى يعني ما هو سهل أبدا. أيوة. يمكن شفنا في قصص كثير حتى خاطفة كانت الدمام هي أو غيرها يعني يحس أنهم أهل حتى لو خاطب وحتى لو أن الشخص مجرم. صح. وهو في نظر القانون والمجتمع وهو في الحقيقة والواقع مجرم. صح. بس هو طفل يعني نوخذ في عمر حساس هذا اللي وكله وشربه وغير غريب سبحان الله. يعني شوفي اكيد اكيد في هدف او في خلينا نقول في قصه اخرى وراء هذا الموضوع. يعني الا ما يكون ربنا يبغى يوصل حاجه في شيء لازم الواحد يتعلمه في حياته كمان من حاجه زي كذا او موقف ممكن يحصل. بس الحلو انه هم تقابلوا بعد اوكي 14 سنه بس ان هم لقتها يعني الحمد لله. خليني اخذك كمان مها والساده المشاهدين على قرار مجلس الوزراء اللي وافقوا على نظام جديد لمكافحه التسول. الجدير بالذكر ان هذا النظام شمل باعة الورود والمناديل والكمامات عند الإشارات المرورية ويوكل النظام وزارة الداخلية للقبض على المتسولين طبقا للنظام الجديد. للأمانة أنا جدا سعيدة بهذا القرار إن هم وافقوا أخيرا على النظام ذا لأنه فعليا إحنا ما نعرف هم مين ما نعرف مين الأشخاص دي. عطفنا إحنا فعلاً شعب عطوف وشعب يحب إنه هو يقدم ويفزع للناس إيش من كانت الطريقة اللي هو بيتقدم فيها عشان يطلب مساعدة سواء كان بيبيع مناديل أو بيبيع كمامة أو واقف عند الإشارة بتسول. لا كويس إنه هذا الموضوع حينحد منه. تبغى تقدم صدقة تبغى تقدم خير قدمه في منصة إحسان صار في مكان. صح. موجود أنت واثق فيه والحمد لله موضوع من الدولة يعني ما في أي كلام لأنه هذول الجماعات في الأخير ترى ممكن يكونوا مافيا مرة كبيرة إحنا ما نعرف مين هم ومين المسؤول عنهم. ممكن يكونوا جماعة تمويل إرهابي وهذا الشيء اللي أكيد مرفوض جملة وتفصيلا. صحيح. لكن خلينا نضيف كمان على كلامك عبير للتوضيح فقط مشاهدينا طبعا المتسول هو أي شخص يستجدي المال من غير مقابل أو بمقابل غير مقصود خلينا نقول وبطرق مباشرة أو غير مباشرة زي ما قالت عبير في الخبر وفي الأماكن العامة وفي الأماكن الخاصة. واللي أنا سمعته كمان في هذا الخبر يضم كمان المتسولين عبر السوشيال ميديا يعني هذول يجونكم على تويتر ارسلوا لنا كهرباء مقطوعة أنا عندي أطفال. أكيد أكيد أنه إحنا نحب الخير زي ما ذكرت زميلتي عبير أكيد أنه الشعب فيه خير أكيد أن الكل راح يساعد لكن في المكان الصحيح والوقت الصحيح. أنا ما أعتقد حتى اللي تبيع ورد ولا اللي يبيع مناديل ولا اللي يبيع كمامات هذولي أصلاً وجودهم في البلد قانوني. لو وجودهم قانوني كان راح يكون عندهم وظيفة راح يكون عندهم إقامة راح يكون عندهم وضعهم وأوراقهم. فهذولي الناس للأمانة حتى لو من أهل البلد
البلد يعني حتى لو من أهل البلد ما تدري مها. تتذكري مها قبل كده تم القبض على مجموعة 6 شباب كانوا متخفيين تحت عباية على الرأس لابسين عبي على الرأس وقاعدين متنكرين على أنهم سيدات والشعب قاعد يساعد، لكن شوفوا في الأخير هم مين. في الأخير إحنا لازم نتحرى المصدر الأساسي فعلاً، فبما إنه إحنا ما نعرف ونعرف إنه نبغى نقدم زكاة أو نبغى نقدم صدقة نقدمها في المنصة الصحيحة. صحيح حد تصدق كل يوم عادي. بالضبط. ياخد تصدق كل يوم. عامل نظافة. أنت شايفه باليونيفورم أنت عارف. حتى يعني يمكن ما أدري أنا عمال النظافة الأمانة صح إني مرة أرحمهم بس. ستيل يعني الناس اللي احنا ما نعرف او مجهولين يعني تقدر انه انت بالابل باي يا اختي كل الناس عندهم ابل باي، كل الناس عندهم حسابات في البنك فتقدر انه انت تتبرع بالطريقه الصحيحه. لكن كمان اضافه سريعه قبل ما نقفل هذا الموضوع، يعني في النهايه ما يصح الا الصحيح، وفي النهايه شيء يجر شيء. يعني هذولي انا كذا موقف صار لي اشوف بنت صغيره يا جماعه صغيره في وقت متاخر في الليل عند ماكدونالدز او عند اي محل قاعده لحالها والبنت تفتح النفس صغيره يعني جالسة وأقول لها أنت وين أهلك وين، تقول لي لا أنا بيضربوني لو ما بعت المناشف أو ما بعت يس يعنفونهم. فأنتم قاعدين تشجعون على تعنيف الأطفال التحرش على بالك أنه ما حد يتحرش أكيد فيهم طبعاً يتحرش أكيد ناس يتحرشون أكيد فيهم طبعاً. فالموضوع يعني أكبر من أنه مجرد أنها صح. فلوس تروح في غير أماكنها الصحيحة صح. فيها تحرش فيها اغتصاب فيها اختطاف فيها تعنيف فيها أشياء كثير صح. الحمد لله أنه جاء هذا النظام عشان يحد تماماً من هذا الموضوع. صحيح. طيب خلينا نسأل سؤال للمشاهدين، وهذا السؤال كمان أبي أسأله عبير أنا؟ اللي هو السؤال كم ساعة في اليوم تجلسون؟ لأن في أو جاوبي خلنا أقول لك ليش. قولي لي إيش لا أجاوبي على السؤال، كم ساعة في اليوم أنت جالسة؟ ما يعني شوفي جالسة مستحيل أقوم فيه هنا ساعتين تماماً، هذه أكيد ما يعني شيء طبيعي. أوكي. الصباح ممكن في ربع ساعة نص ساعة لازم أكون جالسة كده بدون ما أحد يكلمني، عرفت هذه النص ساعة حقت أول ما تصحي من النوم. أوكي. في المساء برد ما أرجع من جالسة لين تنامين. لا شوفي أجلس فعلياً أجلس من واحدة من الساعة واحدة تكون خلاص مثلاً البزورة نامت وكل شيء من الساعة واحدة لين ما يأذن الفجر. خلص وأنتي. أنا قاعدة قدام تلفزيون. بقوم أصلي ونام أوقات أنام ترى على نفسي. بعد. طيب خلنا أقول لك ليش سألتك السؤال يا عبير. طبعاً في فريق من الباحثين أجروا دراسة في جمعية القلب الأمريكية واللي أفادت أن الجلوس لوقت طويل قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص بسكتة دماغية أو حتى أمراض القلب، وطبعاً هذا تنبيه لكل الطلاب والموظفين. طبعاً نبيكم توقفون شغلكم شوي ودراستكم شوي بس كل ساعة صح. وقفوا تحركوا دوروا سووا تمارين الاستطالة، خذوا لفة بالصالة بالحوش صح. بالسطح تحريك الدورة الدموية على الرصيف قدام بيتكم عادي. فعلياً يعني حتى في الرحلات الطويلة بما أن الناس بدأت ترجع لحياتها الطبيعية يمكن تسافر رحلات طويلة 14 صحيح. ساعة و 16 ساعة في الطيارة يا جماعة الخير فعلياً لازم تقومون كل ساعة تتحركون تاخذون لفة تدورون تحركون أجسامكم لأن ممكن الموضوع صحيح. يكون مرة خطير صح. لا خوفتيني مها بس لا خلينا نطمن المشاهدين ونطمن إحنا بنوقف يعني هنا أوقات نتمشى شوي في الفاصل أيوة في الفاصل ناخذ لفة فاصل. طب خدي فاصل عشان نبدأ ناخذ لفة كده طيب عشان بس ما نطول الجلسة أنا وعبير خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لهم بعد الفاصل. تأخر النطق والكلام عند الطفل ما هي الأسباب وهل الوصفات الشعبية مجدية؟ في جلسات الأمهات دائم بنسمع كلامهم عن التحديات اللي بتواجههم مع أطفالهم ويمكن مشكلة تأخر النطق أو الكلام من أكثر الموضوعات اللي عليها تعدد أو يمكن اختلفت وجهات النظر بسبب تجربة كل أم مع طفلها وبسبب اختلاف قدرات الأطفال من طفل للتاني. خلونا المشاهدين نسأل المختصين عن هذا الموضوع ونعرف إيش هي أسباب تأخر المهارات اللغوية عند الأطفال ومتى يصبح مؤشرا خطيرا. عبر سكايب أرحب بضيفتنا دكتورة أمل العوامي استشارية طب نمو وسلوك الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يا أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة خصيصا مثل هالمواضيع المهمة جدا إلى الأهالي. أهلا وسهلا فيك بالعكس نورتينا ويمكن هذا الموضوع جدا مهم عشان كذا دائما ما بيتناوله برنامج سيدتي ويبغى يتكلم عشان نرسل توعية ورسائل للأمهات. ولكن دكتورة
يمكن كثير من الأمهات بتواجه هذا التحدي، خاصة الآن في زمن الآيبادات، الأفلام الكرتون والرسوم المتحركة اللي بتاخد شوية من عقل الطفل. ولكن فعلياً مش إيش هي الأسباب الحقيقية وراء تأخر الطفل في النطق؟ حقيقة السبب الرئيسي غير معروف، لكن الأغلب هو عبارة عن تداخل بين جينات الطفل نفسه والبيئة. يعني لو كانت جيناته عند القابلية للتأخر اللغوي والبيئة غير مثرية، فإذا حيبان واضح الموضوع واضح. وكذلك إذا كانت جيناته يعني عندها مثلا لا أنه ما عنده تأخر لغوي لكن بيئته فقيرة، فإذا في الحالة هذه قد يظهر علينا التغيير يعني التأخير. المهم جدا بالنسبة لي أن يكون الطفل قادر على السمع، لأن ممكن فقدان السمع أو ضعف السمع يسبب تأخر اللغوي، هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنه يكون ما عنده أي مشاكل مثل شلل دماغي، يكون عنده ضعف العضلات، هذه الأمور لازم إليها تقييم كامل. وطبعا وجود اضطرابات نمائية ثانية ممكن هي اللي مسببة لي تأخر، ومنها التوحد، وأعتقد أنه البعبع الكبير اللي عادة الناس يخافوا منه. صحيح. بس السبب الرئيسي حقيقة غير معروف. نعم. دكتورة أمل، لما تقولين بيئة الطفل يعني عنده فقر في البيئة، ما فهمت، هل هو فقر قصدك لغوي أو يتحلنا؟ إيه أحسنتي، سؤال مرة مهم. هو ليس الفقر المادي أبداً، لكن عدم تعرض الطفل للكلام بالطريقة السليمة وبالمفردات الغنية والمتكررة. نعم. اللي تساعد الطفل على زيادة المخزون الكلمات، لأن الطفل أولاً يخزن الكلمات. صح. وبعدين يستخدمها. فإذا كان الطفل غير معرض للكلام، أكيد 100% حيكون كلامه قليل، محدود، غير ناضج، وهكذا يعني. نعم. وخصوصاً إذا كان عنده قابلية جينية أقول إلى التأخير اللغوي. نعم. يعني أفهم من كلامك دكتورة أمل أن الأمهات، يعني إحنا نشوف الأمهات كيف لما تجي تحكي مع الطفل ما كأنها تحكي مع إنسان، كأنها تحكي مع يعني لعبة، أو يعني مثلا حتى الكلمات مثلا ما تقول للموية موية، يعني في أسماء مختلفة ممكن أنها مثلا لما يجي يجلس ما تقول لأجلس، تقول لتوتو. طيب دكتورة، فالصدق يعني هل هذا الشيء سلبي ممكن يأثر على الطفل، أنها لما تجي تعاملة كأنه أنه ما يفهم أو ما يستقبل معلومة؟ هو حقيقة في بداية تعليم الكلام ممكن إحنا نستخدم هالكلمات دح بح أمبو، الكلمات هذه البسيطة، لكن بعد عام أو سنة أو سنة والنص يفضل عدم استخدام هذه الكلمات واستخدام المصطلحات الرئيسية للجميع يفهمها والطبيعية للكبار. لكن في البداية يعني عمر شهور إلى 9 شهور ما في مانع أن الواحد يكرر بعض الكلمات اللي تكون محببة إلى الأطفال وتكون سيلابل أو يعني جزء قصير جدا من الكلمة، زي طاح طاح كلمة بسيطة، بح كلمات جدا بسيطة، ما في مانع في البداية، لكن يفضل بعد السنة سنة ونص تقريبا أن تبتدي الكلمات تكون حق الكبار وليس حق الأطفال الصغار. جميل. واستمرارية هذه الكلمات كمان دكتورة أمل، يمكن بتستمر هذه الكلمات حتى لما ندخل مدرسة. أنا أذكر كمان أنه صحيح بنتي فضلت في أول سنتين في المدرسة بتقول نفس المصطلحات زي ما احنا كنا بنعلمها في البيت. ولكن دكتورة خليني أسأل عن حاجة تانية، يمكن المرحلة العمرية ناقوس خطر نوعا ما عند الأمهات، بخافوا بتبدأ الأم تشكك، تقعد تقارن، لا أختها الكبيرة تكلمت قبلها، لا الأخ مثلا اللي قبلها قال كلمات، والمعروف إنه الولد بيتأخر أكثر من البنت. فلما الأم تشوف إنه الأخ تكلم قبل أخته كمان تبدأ تخاف وتوسوس وتحصل دي الأمور. المرحلة العمرية قد إيه بتلعب دور؟ هي واختلاف قدرات، أنا معاكي وأتفهم، ولكن كمان الواحد بيكون قلقان نوعا ما صراحة. صحيح. وهو الإنسان أعتقد جبل على المقارنة، يقارن طفل بطفل، يقارن طفل بابن خالته، ابن عمه، ولد الجيران، وهذا وارد. لكن إحنا نقول فيه خطوط عريضة إلى التطور اللغوي. يعني معناته إذا مثلا الطفل وصل عمر 9 شهور وما عنده مناغاة متبادلة، هذا معناته ناقوس خطر. ما يصير أن الطفل مناغاة تبتدي من عمر 2 إلى 4 شهور. إذا وصل الطفل مثلا عمر 1 سنة و4 شهور وما يقول ولا كلمة، هذا ناقوس خطر، مستحيل طفل يوصل لهذه المرحلة إلا إذا كانت فيه مشكلة. وكذلك على عمر 2 سنة لابد إحنا نقول كلمتين في جملة واحدة، إذا لم يستطيع الطفل فهذه الأمور تكون تدل على وجود مشكلة. أنا أحب أنبه بعد إن قبل الكلام اللفظي يعني إخراج الكلام، الطفل يتواصل مع المحيط بطريقة لا لفظية،
يعني مثلا يسوي كذا انه اعطيني، يرفع ايدينا فوق احمليني، صح؟ يعرك عيونه على انه نايم، هذه كلها تواصل ترى، لكن لا لغوي. فاذا وجود هذه التواصل اللالغوي ضروري جدا في الاطفال ما قبل اطلاقهم للغه. وخلنا نتكلم سريع علشان بس لان الامهات اللي يراقبونا، ان الطفل في البدايه يتكلم بالمناغاه كو كو او او، هذا على عمر الشهرين 3 شهور. تبتدي بعدين البلبله بابا با جا 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 دا لا لا، هذا على عمر 6 شهور. تبدي هذه البابا با ماما ما الطويله تقصر الى تكون بابا ماما على عمر 9 شهور، وبعدين ما يكون مقصود يمكن كلمة الجميع بابا وماما، لكن على السنة يبتدي الطفل أوه هذا بابا هذه ماما، وممكن كلمة زيادة. إذن هذا التطور الطبيعي إلى الأصوات إخراجها وتكوين الكلام. فإذا كان الطفل فيه تأخر في أي مرحلة من هالمراحل هذه، يفضل أن الإنسان يستشير المختص. طب دكتورة أمل، خلينا مثلا هذه المراحل اللي أنت ذكرتيها بالضبط، إذا صارت متأخرة، يعني إذا جت ولكن متأخرة، بعد السنة بدأ يلاغي، بعد السنة وشوية بدأ الجمل الطويلة من بابا بابا تمتد معاه، بعد السنة خلينا نقول سنة ونص سنتين إلى ما أصبح يعرف أنه هذه الأم وهذه الأب وخلاص هذا بابا وهذا ماما، هل هناك مشكلة؟ أو هل هو تأخير طبيعي عادي؟ لا، هنا معناته في تأخر. نرجع من جديد، قلنا 9 شهور مناغاة متبادلة، السنة و6 شهور ما نبتدي في البلبلة، السنة و4 شهور متأسفة لا نبتدي في الكلام. إذا كانت البلبلة متأخرة معناته أي نعم هذا في تأخر لغوي، ويجب يعني عمل فحوصات سمع وتقييم كامل إلى الطفل. فنعم هناك مشكلة في الحالة هذه. تعرفين يعني يمكن الأمهات يصعب عليها أنها تعترف بمشكلة، خصوصاً أنها متعلقة بطفلها، فدائماً ما تحب تحاول أول شيء في البيت عشان تقول أنا يعني حاولت كأم. أكيد في تكنيكس معينة دكتورة أمل، أو أشياء ممكن أن الأم تقدر تسويها في البيت قبل ما تستشير أحد أخصائي، فياليت لو تذكري لنا إياها على السريع. حامل مثلاً أنها تبدي تتكلم مع الطفل من البداية، ترى الله خلق السمع قبل البصر، يعني السمع مخلوق من الإنسان داخل بطن أمه. فياريت أن الأهل يتكلموا مع الطفل، إذا كان إلى اسم ينادوا على اسمه، يتكلموا معه يقرأوا معه من أول ما ينولد الطفل إلى النهاية، نتكلم معه الكلام 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 الكلام. يعني أكرر عليه أنه لازم نتكلم كثير مع الطفل، ومو لازم بس تسمية الأشياء. الناس بعض الأحيان يلصقوا بس تفاحة، مربع، أحمر، أخضر، أوكي هذه حلوين وحيزيدوا المفاهيم اللغوية عند الطفل، بس أنا أتكلم عن الكلام العادي. أنت الحين في المطبخ قاعد تسوي شكشوكة، نقول للطفل الحين أنا أجيب بيضة، بيضتين، 1 2، أجيب الطماطة، الطماطة لونه أحمر، يلا نقطع، يلا نفتح المقلة، نفتح الفرن، حار، ننتبه ننتبه. شوف أنا كم كلمة قلتها، فما بالك بتكرار وتكون متواصل. هنا الكلام، هذه هي اللغة وليست تسمية فقط الأشياء. هي تسمية الأشياء مصطلحات لكن هي ليست لغة. فإذا الكلام المتواصل، الكلام في الحياة اليومية يفضل، وكذلك قراءة الكتب ضرورة ضرورة ضرورة، ولازم تكون الكتاب مناسب لعمر الطفل الفكري والإدراكي، تكون لغة مبسطة، مفاهيم مصطلحات بسيطة. وهنا يحضرني صراحة أن نحن مؤخرا طلعنا كتاب مرة ممتاز للأطفال بين عمر 4 و6 شهور، اسمه فارس والعودة للمدرسة، كلمات جدا بسيطة الأهل يقدروا يقرؤوها، الأطفال القادرين على القراءة يقدروا يقرؤوها. إذن لازم اختيار الكتاب المناسب للطفل، وهذه من ضروريات تكوين اللغة. جميل. استشارية طب نمو وسلوك الأطفال الدكتورة أمل العوامي، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل. بعد الفاصل، مستقبل تصميم الأزياء ومكانة المصممة السعودية. عالم التصميم أو تصميم الأزياء مجال واسع وكبير، طبعاً بداية من تعلم التصميم من خلال الدراسة الأكاديمية في المعاهد أو الأماكن الخاصة، أو حتى عبر الدورات على الإنترنت وبعض الأكاديميات والمعاهد على يد أحد المصممين. طبعاً اليوم معانا مصممة أزياء سعودية شقت طريقها من الصفر
إلى أن أصبح لديها أكاديمية متخصصة في تصميم الأزياء والفاشن. خلونا نرحب معاكم مشاهدينا بعايشة البتال، مصممة ومدربة تصميم أزياء. يا هلا وسهلا فيك عايشة، نورتي. حياك الله. هلا. طبعا لازم نسألك هذا السؤال، يعني ما شاء الله عليك أنت مو بس مصممة أزياء، أنت كمان مدربة معتمدة وعندك أكاديمية خاصة فيك، فريد تكلمينا عن بداياتك كيف كانت ومتى؟ تمام. أنا بدأت دراسة الأزياء بعد الثانوي، أخذت دبلوم، بعدها التحقت بدبلوم الكلية التقنية، بعدها للأكاديمية الإيطالية في القاهرة. بعد الأكاديمية الإيطالية اتجهت للتدريب، مستواي تغير تماما وبدأت في مرحلة التدريب. بعد التدريب انضميت لبرنامج فاشن ستار على دبي ون. جميل. بعد برنامج فاشن ستار طبعا أطلقت أول كوليكشن لي. بس من وقتها أكثر شيء أنا معتمدته اللي هو التدريب، يعني أكثر من اتجاهي للتصاميم حاليا. طيب كلمينا عن مجال التدريب في الأزياء، كيف دخلتي وكيف بتدربي ومين بتدربي، كلميني عنه. طيب مجال التدريب يعني بشكل عام، أنا أساسا من قبل تقريبا في الثانوي كنت أرفض أن أنا أدرب، أو مجال التدريس أو تدريب كنت أشوفه يعني شيء مثلا عادي أو بسيط أو مش المجال اللي أنا حابة أتجه له. نعم. لكن يفرق لما أنت تحبين مجال معين، يصير عندك رغبة دائما في تعليمه، سواء ميك اب سواء أزياء أيا كان. فأنا طبعا التدريب غير التدريس، التدريب تقدرين أنت تدربين أكثر من عمر أو أكثر من فئة بنفس الكلاس أو بنفس المكان. حلو. أي فتقريبا هو يبدأ من سن 18 إلى 45 سنة. كانوا يجوني ناس ما شاء الله مرة كبار، يعني مثلا جدة أو أم، دربت أكثر من 5 أشخاص بهذا العمر. حلو. يعني لما نيجي نقول تدريب عايشة، يعني خلينا نعيش المشاهد يعني معانا ورشة العمل بالضبط. يعني إيه بالضبط؟ يعني أنا الآن لنفترض أنه أنا ما هجيت قلت عايشة والله أنا أبغى دورة عندك لو سمحتي وبدخل أكاديمية عندك، إيش اللي راح أطلع منه، إيش راح أتعلم؟ شوفي بالنسبة لدوراتي أنا مرة أركز على بداية على رسم المانيكان. رسم المانيكان. إيه. لأن رسم المانيكان هو الأساس اللي يخليك تقدرين ترسمين الأزياء. أنا ممكن لو خطرتني فكرة الآن ممكن أرسمها بشكل سريع حتى بدون مانيكان، لأنه لازم أثبت الفكرة. بعد ما أرسم التصميم لما أجي أنقل على المانيكان في أشياء كثير ممكن تتغير، لأني راح أبدأ ألاحظ أنا ممكن أضيف البنسة الفلانية، ممكن أضيف القصة الفلانية. كمان اللي ما راح يخليني أرسم الرسمة أني ممكن ما أتخيل الخلف، يعني في بنات ممكن تستسهل الموضوع وحتى مع أنهم يرسمون الأمام تنسى ترسم الخلف. فعملية الرسم مهمة، أول شيء نبدأها بالمانيكان وبعدين نبدأ نتسلسل برسم التصاميم. يعني مهم أنها تكون تعرف ترسم، يعني رسم، يعني هي الدورة دورة رسم مبدئي اللي هو زي الخطة بالنسبة للمصممة. لأنه صح؟ هي مجالها مصممة، فهي المصممة لازم تعرف ترسم. وإذا ما تعرف ترسم ما ينفع بس تقول الأفكار وأحد يرسم عنا. في ترى في ناس ما تناوية. لا في ناس ما مثلا ما تبغى أو ما تعرف أو مثلا تستصعب أو تستثقل، ولكن يفضل أن أنت تتعلم. يعني أنا لو ما تعلمت، أنا لو رحت لوحدة ثانية راح تأخذ علي رسوم أو حلو. والتطبيق يا عايشة. هلا. والتطبيق يعني مثلا أنا الحين علمتيني كيف أرسم، طب أبغى أطبق كمان. أنت عندك في دوراتك حق موضوع قصدك خياطة وتنفيذ؟ يس. إن شاء الله بإذن الله راح نضيف في الأكاديمية، هي شوي جديدة فقاعدين نمشي بالتسلسل. عموما راح يكون التسلسل عندنا في الأكاديمية أول شيء رسم، بعدين راح نبدأ بالخياطة. فأنا أفضل هذا التسلسل عشان البنت ما تكون مثلا مكركبة شوي أو ما تعرف ترتب أفكارها. روعة. طيب ما شاء الله، يمكن الآن أصبح خلاص معروف عايشة البتال بتقدم دورات في هذا المجال، مجال تصميم الأزياء. كيف الإقبال من الناس؟ يعني فقط أنت دربتي 5 أشخاص ولا هذه كانت بداياتك تدري فقط 5 أشخاص؟ لا، 5 أشخاص تقريبا كانوا اللي هو من العمر الكبير تقريبا أكثر من 35، بحدود 40 إلى 50 سنة. طب الآن كيف الإقبال على دورات تصميم الأزياء؟ الإقبال الحمد لله مرة ممتاز، مجال الأزياء مرة مطلوب. مرة مطلوب خصوصا الآن مع دعم هيئة الأزياء ودعم السعودية لهذا المجال، فصار في إقبال كثير لأنه في جهات بتلاقي مواهب يا عايشة. يعني بتجيكي مواهب، بتحسي إنه في بنات بيجوا لا هم صح مصممات، هذول يحتاجوا بس مهارات بسيطة. بالضبط. أنا في واحدة من اللي دربتهم ما شاء الله هي كانت سنها مصممة. كبير إيه تقريبا عمرها 50 سنة. إبداعها كان شيء، يعني طول الوقت وأنا أعلق على إبداعها بغض النظر. أنا قاعدة أعلمها مهارة الرسم، لسه ما علمتها فكرة التصميم لأن الرسم مختلف عن التصميم. كانت بنفس الوقت هي جالسة تصمم أساسا، يعني الأفكار هذه مو مثلا من نت أو شيء، لا أفكارها، فكانت فعلا مبدعة ما شاء الله. حلو.
حلو. ولازم نركز على حاجة إنه الرسم مش الرسم العادي اللي إحنا متعودين عليه، يعني مهارة الرسم هو تقريبا السكتشات حقت الأزياء. أيه هو يمر بأول شيء بسكتش تمام، بعدين يمر بالرسمة اللي خلاص أنا ثبت مثلا أبغى خامة جينز، أنا لما أرسم سكتش ما راح أحدد إيش هذه الخامات، أنا في عقلي ممكن عرفتها بس لما أجي أثبتها خلاص أبدأ أرسم ألون الجينز ألون المخمل ألون كذا كذا، وبعدين أبدأ أرسم اللي هو الرسم التقني اسمه رسم الفلات أو رسم المسطح، بعد كذا بعد رسم المسطح نتجه للإنتاج خلاص. حلو، يعني يمر الرسم بأكثر من مرحلة. يعني الأمانة وأنت تحكين عن قصة المتدربة اللي عندك اللي في عمر 50 ما شاء الله، أنا قاعدة أفكر وأقول إنه ما في عمر معين للإبداع، ما في سقف معين للموهوبين، ما في يعني فعليا أنا بنتهز الفرصة لو تسمحين لي، فعليا أي أحد يحس إنه عنده اهتمام في أي مجال تصميم سواء أو أيا كان، لا يقول أنا ولا تقول مثلا البنت إنه أنا والله راحت علي ولا عمري كبير ولا كذا، أنا للأمانة لما أشوف هذه النماذج إني مرة أنبسط، ويا بختك شفتيها وشفتي عملها الأمانة. عموما العمر هذا أكثر ناس عنده شعور بأنه يبغى يتعلم، لأنه إيه اللي هي يعني ما جت بهذا مثلا ما شاء الله هي كبيرة وكذا، ما راح تضيع وقتها على شيء الله ما يعني لها شيء إلا لأنه هي من داخلها حابة تتعلم، حابة هذا الشيء. طب اليوم عايشة بما أنك أنت ما شاء الله في المجال، حكينا عن سوق العمل، قاعدين نشوف منافسة عظيمة مو بس البنات ترى حتى الشباب قاموا داخلين المجال يعني بقوة وقاعدين ينافسون ما شاء الله عليهم وبدعوا، فكلمين عن سوق العمل، عن المنافسة، عن تصاميم اللي شفتيها من بنات أو شباب سعوديين. شوفي سوق العمل الحين ما شاء الله يعني زي ما قلتي ما يعني الكل مكتسح المجال، لكن ممكن على الشباب ممكن يكون أقل شوي لأنه الشباب عندهم أكثر من عائق نوعا ما، ولكن بالنسبة للبنات ما شاء الله مكتسحين بقوة، عندهم مجالات العمل الآن بدأت تطلب مصممات أكثر من تقريبا يعني قبل سنتين ثلاثة يمكن ما كنت أشوف أصلا إعلان لمصممة أزياء أو طلب، الحين لا بدأت أشوف يعني تقريبا كل أسبوعين كل ثلاثة يطلع لي أنه في هذا الطلب، فمعناته أنه بدأ يستقطبون المصممات والمصممات بيبدؤون يلاقون وظائف، بيبدؤون يلاقون أماكن توظف مواهبهم هذه. جميل. يعني إحنا ما نختلف أنه أكيد في شباب كثير مصممين أزياء سعوديين ما شاء الله اكتسحوا الساحة ويمكن أسماء معينة مميزة، لكن عدوا على الأصابع في قلة نوعا ما، ولكن هل بيقبلوا على كمان الدورات؟ هل تحس أنه في إقبال من الشباب على الدورات؟ أنا سألت كثير من شباب إذا أنا أقدم دورات للجنسين أو لا، لأنه الشباب زي ما قلت لك أنه تقريبا تدريب متخوفين من دخول المجال، متخوفين من الدخول للمجال وأساسا ما عندهم مثلا بالجامعات تخصص تصميم أزياء، فهو ما عنده حل أنه يا يتعلم تعلم ذاتي أو حتى الدورات ما تستهدف شباب. بس أنت ما قصرتي. أنا ما عندي مشكلة وإن شاء الله يعني مستقبلا حقدم دورة للشباب، ما عندي أي مشكلة. غير الأكاديمية عايشة؟ يعني بقولك أنت ما قصرت عشان الأكاديمية، يعني ناوي أدخل على هذا الموضوع. إي لا، في الأكاديمية أنا قدم تدريب نوعين اللي هو الأونلاين والمباشر، يعني قاعات وكذا وحضورية، فما عندي مشكلة أقدمها للجنسين سواء مباشرة أو أونلاين، طبعا حتكون منفصلة يعني حسب رغبتهم. الأكاديمية مقرها الرياض؟ إي. كلميني عنها شوي. كيف أنت أسستي أكاديمية؟ أيه؟ إيش اسم الأكاديمية؟ كم عمرها؟ تمام، الأكاديمية طبعا اسمها إلارس، عمرها صغير بس أنا مجال عمري في التدريب يعني تقريبا أكثر من 3 سنين. أيه. هي تقريبا عمرها 3 أشهر. جميل. حاليا نزل فيها اللي هي دورتين، دورة رسم المانيكان التأسيسية لأي أحد يبغى يبدأ الرسم. حلو. هذه الأونلاين، وفي عندنا الباقة كاملة الحضورية راح أعلمها رسم وتصميم ورسم الأزياء والمانيكان والتصميم. ففي الأيام الجاية إن شاء الله راح ينزل كمان دورات ثانية اللي هي تخص العملي أكثر التقني أكثر. ليه ما تستعيني في أحد في التدريب؟ يعني مثلا معلش جاء في بالي أنه أكاديمية بيكون صرح كبير كده وزي عارفة أكاديمية بتقول بسم الله البنت. طب أمو بالضبط أنا أغديها أفكار أنه عشان تسويها أنه يعني ما فكرت تستعيني بالضبط بمدربين في مجال أزياء سواء كان رجال أو بنات. صح معك حق، أنا حاليا معي فريق عمل مدربين ومدربات، ولكن عشانها جديدة فلسه قاعدين نحضر، في إن شاء الله مادة جديدة راح تنزل اللي هي الكلو، برنامج كلو ديزاينر. هذا البرنامج 3D يبين لك الأزياء قبل التنفيذ،
يعني حتى بعد ما نرسم الفلات اللي كلمتك عنه بالضبط طلع لك اياه 3D، يعني نسبه الخطا في الواقع راح تقل تماما يمكن 90%. روعه. ممكن حتى ما يكون في خطا لان انت ترسمين الباترن حق الموديل. جميل جميل طبعا. والتكنولوجيا يعني ما شاء الله ما قصرت. شوي تدخل في نيتنا التكنولوجيا من كثر ما عايشة. طب سؤال سريع الحين، البنات المصممين يعني او مصممات خلينا نقول بشكل عام، هل انت في نظرك اي احد عنده هوايه يقدر يصير مصمم، ولا ضروري يكون معاها مثلا شهاده اكاديميه او تكون دارسه باي شكل من الاشكال؟ مره اشكرك على هذا السؤال. لا لازم تدرس. يعني انا مره اواجه مشكله مع الناس انهم يقللون شوي من قيمه الازياء لانه رسم، فيشوفونه كموهبه عاديه انه انا اقدر ارسم خلاص، او حتى احيانا ما تقدر ترسم بس هي شوي عندها افكار فتروح تنفذها. الازياء مجاله، يعني الازياء مجال زي اي مجال ثاني، ما تقدرين تدخلين المجال بدون علم. اذا ما درستي مثلا جامعه تقدرين تلتحقين دبلوم، اذا ما اخذتي دبلوم تقدرين تاخذين كورسات. اهم شيء تتعلمين، لانه في اشياء اذا تعلمتيها 100% راح تفرق معك، بداية من التصميم، بداية من أشياء ثانية. يعني كثير مصممات يلجؤون للتقليد للأسف، قاعدين نشوف كوبي بيست وليتها زين. بالضبط، وشفتها على مرأة عيني، يعني حتى لما كنت أنا موظفة في مكان كوبي بيست، فما كنت أعرف أنا إيش مهمتي في المكان هذا. أنا مفروض أني مصممة، مفروض أني أبتكر لك طبعا، وأقدم لك تصاميم حلوة على الترند وكل شيء، ليش قاعد تلجئين لتصاميم أحد ثاني؟ فهذه راح تدخل في مجال السرقة، بس الناس ما قاعد تستوعب كثير أنه الأفكار كمان ممكن تسرق. يعني طبعًا هذه حقوق طبعًا فكرية، فأنت ما يحق لك أنك تأخذين عمل أحد ثاني. فدراستك راح تخليك تمتنعين. شوفي، هي اللي تنقل مو نيتها سرقة، بس هي ما عندها إلا هذا الحل، ما عندها أفكار، إيه ما هي عارفة تبتكر، مو كرياتيف عشان ما درست. بالضبط، في نقاط معينة في ناس تستهين في موضوع حتى الدورات البسيطة، أو يعني مو شرط أنك يكون معك PhD في التصميم. بالضبط. لكن حلو أنك توسعين مداركك. أنا أتوقع أنها حتى بتخليك أنت كرياتيف، ولا؟ إلا صحيح، يعني هي بدون الدراسة راح تبدأ تقلد غصبا عنها، أو تأخذ من التصميم هذا والتصميم هذا وتسوي قطعة واحدة. بس أنت القطعتين أو القصتين لما دمجتيهم مع بعض ترى ما يزبطوا. يعني التصميم عشان يطلع جميل يمر بكل المراحل أنا ذكرتها، سكتش بعدين رسمة بعدين 3D. صح، كنت أحس بعايشة أنه الموضوع سهل شوي، هترسم وبعدين تطبق، طلع المجال مرة كبير، وعشان كذا أكيد حصل هذا المجال من دعم كبير من كثير مظلات حكومية سعودية. وأنا سعيدة جدا أنه أستضيف معنا أكيد في برنامج سيدتي مدربة في مجال الأزياء عايشة بتال، نورتينا. شكرا لك، الله يسعدك. مشاهدينا فاصل وأكيد مكملين من بعد باقي فقرات حلقتنا لليوم. بعد الفاصل، كيف نستغل أوقات فراغنا بوجود الأصدقاء؟ دائما نسمع انه قضاء الوقت مع الاصدقاء بيخلينا اكثر سعاده، وانه وجودنا معاهم بنفس المكان كافي انه يخلينا نستمتع بهذه الاوقات حتى لو كنا نقضي الوقت في المنزل. كمثال، او حتى اذا ما كنا نسوي شيء جديد او مختلف، يعني عادي نجلس مع بعض بس مهم انه احنا جالسين مع بعض، وعادي صديقنا يلعب في الجوال واحنا جالسين مع بعض، صح؟ عادي صديقنا يقول يلا تعالوا نتجمع، هذه اللي بتدلنا على ذيك الجلسة اللي قعدت على الجوال فيها يا جماعة. لا يا جماعة، مو أول مرة على فكرة، كذا مرة تعالوا بنطلع أنا وصحباتي، أوكي نروح لما إيش في، كلنا جالسين، أنا بدأت أسولف مع صحباتها وهي الصديقة المشترك بيننا على الجوال. لا شوفي، يعني أنا يمكن قعدت صراحة ربع ساعة متواصلة على الجوال، صراحة غلط، بس انتوا حسيتوها، انت تدري ليش حسيتوها وقت طويل؟ لانك غبتي عندنا، لان دمي خفيف. ايوه صح، لان انا صح. يعني انا يعني في الجلسه تفرق، يعني دم، كيف وانا امدح نفسي كيف يا جماعه؟ لا على فكره هذا كان اول مره، ثاني مره احنا خلاص منا على بعض انا وهم، صرنا احنا نسولف وعادي، ما هذا اذا سولفت معنا كثر الله خيرها، اذا ما سولفت معنا احنا عارفينها على الجوال. عاد تدرين بطلت الحركه احسن، لازم نطلع مره ثانيه عشان اثبت لك كلامي. لازم غصب، هذه العزيمه اللي غصب
طيب ان شاء الله فهذا لا فصدق يعني شوفي انا حركه هذه الجوالتر تنرفزني بس والله اذا انا كنت يا جماعه قاعده مع جروب ولقيتوني ماسكه الجوال والله مو قاعده اسولف ولا قاعده اشوف سنابات احد والله انه شغل والله انه شغل وضروري يعني ما يتاجل مو الشغل اللي يتاجل الين بكره فلازم يخلص الان اما اني ما احب يعني اجلس مثلا اسولف كيف بتقضي وقتك مع اصدقائي خلينا نقول انه انت عزمتي صحباتك اليوم عندك سيبك موضوع الجوال هذا حلو انا استقعدت لك حلو حلال لك عبير شوفي يعني انا للامانه احب اسوي فعاليات حلو يعني مثلا احب يوم بنات يلا اليوم في مسابقة طبخ حلو مين أحسن وحدة تطبخ اليوم أنت لك خلق تطبخين لك خلق تطبخين أوكي نشوف من أكلها أحلى وسوينا عشاء وسوينا مسابقة وفعاليات يعني حلو. أنا أحب كذا اليوم مثلا ترى بنشوي اليوم ترى بيكون كذا صحيح. اليوم على فلانة اليوم مثلا ممكن تتجمعوا في بيت واحدة وبعدين تخرجوا فجأة تسووا مثلا كذا بيكنيك برا وأنا صراحة يعني أنا يعني من النوع اللي أحب الأفلام يعني حتى مهيئة الجو وكذا أن عندي أفلام ليلة موفي نايت حلو نتفرج على فيلم ممكن اثنين ممكن ثلاثة على حسب يعني هذه مقدسة عندي بالضبط أنا مرة أحب موضوع الأفلام نتناقش فيه وكذا يعني نقعد يخلص الفيلم وقد يقول انا تمثيلها ما عجبني لا انت هذا تزعميني على الاضاءه ما عجبتني اذا فيها كذا فيها بعدين تنقد الفيلم او تتكلموا عنه لازم تزعميني على موفي نايت اكيد اكيد بالعكس عبير والله جوي صراحه راح تنبسطين مره راح تنبسطين لانه انا من النوع اللي يخلص الفيلم تقول تحللي اي احلل اقول هذا فيلم تاريخي كيف اسنانه مره بيرفكت ليش مركب في نير الاخ ترى كنت قبل 300 سنه فهمتي فانا كذا مره دقيقه بموضوع الافلام موضوع الالعاب يا الله شيء مقدس عندي يعني تلعبه. عندي كذا اي حاطه زي الكرتون في البيت كل الالعاب كل الالعاب اللي ممكن تتخيلينها قديمه جديده صارت ايوه الكارد جيمز او الالعاب الحركيه اللي نقوم نمثل نقوم نرسم ايوه تعجبني مره انا مره انبسط على هذه الالعاب فكذا يعني احس فيها ما احب اللي قاعدين كذا يلا كل واحده قاعده على جوالها حركات حريم وامهات عشان تعرفي ان انا ما احب حركات لا برافو الجوال لا شوفي انت لا لا انا بقول لك انه يعني هي بمزح يعني انا قلتها عنك ولكن لا حبيت انه ايوه انا يمكن مو كل على حسب كل شلة ومودها اي في صديقات وكلهم بستر انتبهي يعني كلهم مره صديقات مقربات بس هذه الشلة مودها انه نسوي جيم نسوي فعاليات فانا اسوي فعاليات مالي لكن الشلة الثانيه تحب تجلس وتسولف ويكون جو كوزي اكثر وسواليف وميوزك جاز كذا في الباك جراوند عرفتي بهدوء اوقات فجاه الميوزك يتغير يعني تصير اكتيفيتي ثانيه مختلف تمام ما كان مخطط له ولكن انه هذه الفعاليات بشكل عام يعني ما في الفعاليات ما بتكون ثابته او بلعب مع الكل يعني على حسب الجلسه اي على حسب بعد المود على حسب الناس بالضبط على حسب اذا كنتي انت مسويه بلان او ما سويتي احيانا تجيكي فجاه كذا انه يلا يلا وينك ها نجلس نجتمع يمكن يعني. بعد الجائحه تحديدا صارت الجلسه مختلفه اول ايوه كنا ما احنا قادرين نشوف بعض وكنا يمكن بنلعب هذه الالعاب بيننا وبين بعض ولكن لما الوضع الحين صار شويه في يعني خلاص صرنا نقدر نروح نزور بعض نخرج نسوي فصرنا بنلعب دي الالعاب كلها اللي كنا بنلعبها في الحجر مع اصحابنا لا ننسى خصوصا مشاهدينا زي ما ذكرت انه بعد الجائحه يمكن صارت الجلسه او الجلسه في البيت مع وجود الاصحاب تعديدا ما بتضيع الوقت فيها قد الالعاب زي ما ذكرت يا مها الكيرم البالوت او الجاكارو وغيرها من العاب كثير حتى خلينا نستمتع بوقتنا بدون اي تكليف طبعا في قول رايك زميلنا مبارك راح سال الناس هذا السؤال خلينا نشوف ايش قلتوا ونرجع والله تقريبا العب ثلاث العاب العب الكوره بلوت الببجي ثلاث العاب حضوريا بلوت وعن بعد كود وفيفا والله الالعاب الحين كثيره وانتشرت مره بس اللي الحين قاعد العبها مره ببجي مره معروفه ثلاث ساعات اربع ساعات ما عندك مشكله وعندك مثلا لعبه جوالك على راسك جوالك على راسك حلوة أنها ما لها حد معين من الأشخاص اللي بيشاركون وبرضو الحين راجعين لملودو مرة لعبة حلوة مثلاً المثل اللي يقول جديدك لا قديمك جديدك لو الجديد أغناك ممكن لعبتين ثلاث بلايستيشن بلوت بوبجينج وإذا طلعنا كذا المولات في البولينج البلياردو يعني بس افضل شيء اللي هو البلايستيشن
ذكروك بشيء؟ ذكروني باشياء يا عبير، ذكروني انه انا الفترة الأخيرة قررت انه انا اشتري بلاي ستيشن، وبعدين صرت العب اللعبة الشهيرة واللي كانت لعبة ايام الطفولة كراش، بس لما نزل الجديد طبعا الشيء اللي ما ودي اقوله بدي اخسر كثير. قول كل ما اقول لهم بنات اسمعوا نلعب، بس كل واحدة على قولتهم احنا نسميها موتة موتة، كل واحدة تموت موتة. أيوه. يعني خلاص صح. لما يموت كراش خلاص تعطي اللي بعدها، انا اموت 20 موتة وبعدين كل واحدة موتة موتة غشاشة. انت مو كذا بتسوي، انت يعني بتحسب لنفسك ان هي الموتة هذه جت بالغلط، ما انتبهت. موتي سريعا اركض. يا أوكي. الله يا بها. فاي يعني الحمد لله الحمد لله، بس حلو بس حلو انه في اكتيفيتي وفي تفاعل ما بينك وبنس. انا اعترف ان انا غشاشه، يعني اكثر واحده تغش في الالعاب الصراحه، اكثر واحده تغش. طيب عبير، كيف كانت احتفالات اليوم الوطني بعد التغطيات اللي سويناها؟ روعه طبعا. انا فاتني احتفال اهلي. انتوا سويتوا فعالياتكم؟ ايوه احنا سوينا فعاليات، احنا لازم كل سنه. حلو. سواء كان على مستوى مثلا العائله عائلتي في البيت او على مستوى الاسره، ممكن الاسره كلها تسوي لان الاسره كلها بتحتفل، كنا بنجتمع في بيت واحد. ايوه وفي توزيع هدايا وفي اشياء وفي في اكتيفيتيز وناسه. ايوه من جد حبيت. ايوه بيكون مختلف صراحه. ليه انت احتفلتي؟ أنا طبعا احتفلت، لازم احتفلت. طلعتي بدري اكيد تحتفلي. لازم لازم طبعا. انا يعني حبيت ان انا الحمد لله وصلت البيت قبل الزحمه، بس يعني الاحتفال كان مختصر، كنت لابسة أخضر وانبسطنا للأمانة. حلو. يعني كان احتفال هذه السنة غير، وشفنا السعادة في شوارع المملكة كلها مو بس في شوارع الرياض. وطبعاً احتفالات اليوم الوطني زي ما احنا قاعدين نحكي عنها ما انتهت، وتحت عنوان أقامت طبعاً هي لنا دار، أو قامت يوم أمس جمعية كيان فعالية اليوم الوطني للأيتام، وكاميرا سيدتي وكالعادة تواجدت في الحدث. خلونا نتابع التقرير التالي واللي أعد لنا الزميل نواف العنقري. هي مناسبة اليوم الوطني، حبينا نعزز الهوية الوطنية لأبنائنا الأيتام، وهذه الفعالية هي الفعالية الثانية. الفعالية الأولى كانت زيارتنا المتحف الوطني، كان فيها أنه تعرفون على توحيد المملكة. وهذه الفعالية حرصنا على أنه أبنائنا الأيتام يعني يتعرفون على إرث وطنهم وعلى تعزيز الهوية الوطنية لهم. الفعالية كانت عبارة عن، هي فعالية هي لنا دار، عبارة عن عدد من مناطق المملكة حرصنا فيها على أنه كل منطقة تكون يعني بتراثها، يعني المنطقة بكل ما تحتويه من ثقافة. فحرصنا حتى على أبنائنا أنهم يشاركون في هذه الفعالية، وهم بأنفسهم يقومون بالترتيب هذه الأركان وهذه المنطقة. وهي لنا دار، وقاعدين نشوف الفعاليات ما زالت ما شاء الله في كل طبعا المجتمع وبمختلف الأشكال وكل المناطق فعليا. وارجع أقول شكرا لزميلنا نواف العنقري. مشاهدينا فاصل. بعد الفاصل، هل ينجح زواج الفتاة الغنية من الرجل الأقل ماديا؟ الزوجة الثرية قد تكون حلم شباب كثيرين، لكن هذا الحلم يتحول على أرض الواقع أحياناً إلى مشاكل لا نهاية لها، بالذات إذا ارتبط الرجل بفتاة لمجرد ثرائها. يتحول هذا الثراء إلى عقدة يعانيها الزوج، وتظل تطارده في نظرات من حوله. متى تكون الزوجة الثرية عقدة للرجل؟ وهل الزواج بامرأة ثرية يفقد الزوج عنصر التكافؤ؟
في كثير من علامات استفهام مشاهدينا حول هذا الموضوع أكيد ونحن نبحث عن إجابتها. خليني أسألك مها في البداية، إيش رأيك في الموضوع؟ في تغريدة أصلاً رح نعرضها الآن. لا على طول؟ لا 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 تغريدة موجودة، إحنا عارفين تغريدة موجودة. أنا أقول عبير تسألني وإيش رأيك في الموضوع، أقولها لا أقولها لا. شوفوا شوفوا يا جماعة، في شيء اسمه تكافؤ اجتماعي، في شيء اسمه تكافؤ أكاديمي، في شيء اسمه تكافؤ يعني في خلنا نقول في الاقتصادي أو مهما كان أو وش ما سموه. يعني هذا التكافؤ هنا ما هو موجود. يعني إذا كانت هي ثري أو هو، أنا 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 كثير ضد هذا المبدأ من الطرفين على فكرة، مو بس من طرف البنت، بس من طرف البنت يمكن يكون أقوى، لأنه الرجل من وظيفته أصلاً وربي خلقه إنه هو يحمي وإنه هو يوفر وإنه هو يدلع وإنه هو يشتري وإنه هو يوفر حياة كريمة لهذه الأسرة. فأنا أتوقع أن الموضوع صعب، وأرجع أقول أن الموضوع صعب من الطرفين. يعني ما ينفع واحدة من بيئة مختلفة تماماً تروح تأخذ لها واحد من بيئة مختلفة، لازم يكون قريبين على الأقل، على الأقل قريبين، يعني عايشين نفس المستوى المعيشي، متعودين على نفس المستوى المعيشي بأي طريقة كانت، عشان يصير في تكافؤ، ما تجي هي مشفوحة بعد ولا هو يجي مشفوح ولا الناس يتهمونه أو يتهمونها أنه هذا الشخص ترى معاك عشان فلوسك. أيوة. ترى معاك، وهذه مو حلوه كمان، خاصه كثير. لما تكون بين المتزوجين مره صعبه، ويمكن بنعرف او بنسمع قصص كثير راح حول هذا الموضوع. لكن ما ايش رايك في اللي تقول لك البنت تحديدا اللي تقول لا انا اخذ واحد نفس مستواي او نفس طبقتي الاجتماعيه او اغنى مني؟ ايه عبير شوفي، في درجات. يعني انا مثلا نتكلم بالضبط، او اغنى منها مو اقل منها، اغنى يعني نفس اغنى من نفسها او اغنى بشوي، يعني بشوي مرحلة معينة تكون هي يعني يعني ما حتكون خلنا نقول مفجوعة إذا دخلت في هذا المجتمع، لأنه هي في الأخير اختلاف عادات وتقاليد وثقافات اجتماعية كثير. يعني مهما كانت هي من نفس البلد، لو كانت من نفس المنطقة حتى طبعا. ولكن هذا ما في تكافؤ في الزواج ممكن يسبب مشاكل كثير، يمكن تعب كثير في بداية الزواج إلى أن يستقر حتى الزواج، حتى تربية أطفال شو بيربونهم على إيش بالضبط، هتكون في كثير من لخبطة. طيب إحنا عندنا كثير من الاستفسارات على هذا الموضوع، يمكن الآن إحنا بنقول كذا ولكن نجي نفكر فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وهي كانت أغنى منه، هو كان يعمل لديها وهو اللي كان ماسك كل أموالها وهو اللي كان بيشتغل فيها، ولكن مع تغير الأزمنة أو الوقت اللي إحنا فيه الآن نحتاج أنه نعرف الرد والجواب الصحيح من المستشار الأسري والتربوي. معنا عبر سكايب رحب بضيفنا دكتور أحمد الخميسي. طيب إلى أن يجهز دكتور أحمد الخميسي، في مشكلة من المصدر، خلينا نتكلم سوا. طيب الولد ليش كمان بالنسبة ليكي ما هي حلوة إنه هو يأخذ واحدة أقل منه ماديا؟ التكافؤ عبير كيف بيأسسون أسرة يكون فيها التفاهم وهو من بيئة وهي من بيئة، هي درجة تعليمية وهو درجة تعليم، هي جاية من مستوى معيشي معين هو مستوى معيشي معين، ما حتفهم ولا راح يفهم عليها إلا من رحم ربي. شوفي لكل لا لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ، ولكن القاعدة الأساسية اللي أنا قاعدة أتكلم عنها واضحة وصريحة ومنطقية في وجهة نظري إنه ما ينفع كصحبات، ما ينفعون تجيبين واحدة من هنا وواحدة من هنا وتحطين وتقولين يلا صيروا صحبات. شوفي المشاكل، شوفي حيكون الموضوع مختلف، حيكون في صعوبة في التفاهم عبير، فما بالك أزواج وبينهم عيال. أنا هذه وجهة نظري، وجهة نظري، مو شرط أن الواحد يتفق، مو شرط أن يتفق معاي. أنت مثلا تبغي تبتعدي عن المشاكل ولا لا يفضل أنه بلاش من أولها عشان ما تصير البلبلات اللي ممكن تصير؟ إيه يعني أنت تتكلمين عن مستويات مختلفة، وخلينا أنا بركز على المستوى التعليمي لأنه مرة مهم. لا أنا بتكلم عن الغنى الآن، المستوى المعيشي قصدك، حتى المستوى شيء، حتى المستوى المعيشي هم متكافئين في كل شيء، ولكن هو أغنى منها أو العكس؟ لا هو أغنى منها، هي أغنى منه عفوا، هي أغنى منها كبنت. أنا أحس هذا الموضوع مرة صعب وحساس، لأنه ممكن المجتمع ما حيرحم، حتى لو فعلا صح. هي تبغى تكون مع هذا الشخص، المحيط الخارجي حقنا يأثر علينا يا جماعة، أهلها إيش هيقولوا، أهله أكيد هيكون في اختلاف. طيب خلينا من جد نسمع الآن رأي دكتور أحمد الخميسي مستشار أسري وتربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. أهلا وسهلا، حياك نورتنا، حياك الله. يا
فيكم دعم مشاهدين روتانا. أهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور يمكن شفت النقاش اللي ما بيني وما بين زميلتي مها، أنا أضيف فقط حاجة إنه اختلاف الزمن، يعني يمكن كثير ناس بتقول إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متزوج السيدة خديجة، ولكن مع اختلاف الأزمنة قد إيش هذا بيشكل صعوبة في التعامل الطرفين مع بعض كمتزوجين؟ الحقيقة الموضوع يعني قوي مثل ما أنتم تشددتم في الكلام، هو فعلا الموضوع ليس بسهل، لكن احنا يعني نسعى دائما او نسال انفسنا دائما ما هي مقومات الحياه الزوجيه. نعم، مقومات الحياه الزوجيه السعيده انه يكون حقيقه في تكافؤ الى حد ما، زي ما ذكرت الاخت، يعني عندنا تكافؤ على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي المادي، على المستوى التعليمي والثقافي، يعني هذه المستويات كلما كثرت تقاربت الحقيقه ادى الى موضوع الانسجام بين الاثنين، وكلما للاسف كان في تفاوت ما لم يكن هناك ارتباط ايضا اخر في السؤال الكبير، ما هو الدافع لهذا الزوج ان يتزوج بامراه ثريه او اغنى منه؟ الحقيقه هذا السؤال يعني ممكن تكون اجابته في الحياه ما بينهم مستمره، ستستمر او لا تستمر، اذا اكتشفنا فعلا ما هو الدافع الحقيقي لهذا الشاب للارتباط بزوجه ثريه وهو في مستوى يعني اقتصادي ضعيف. نعم يعني دكتور الموضوع شائك وحساس في نفس الوقت، ممكن الناس تشخصنها وتقول لك في تفاهم، في حب، في احترام، فالفلوس ما هو كل شيء، احنا فاهمين، لكن ارجع اقول المجتمع يمكن ما يرحم. برايك هل المرأة او الزوجة الثرية ممكن تكون عقدة للرجل؟ استاذة مها، يعني انا ودي بس قبل الإجابة على هذا السؤال، يعني احنا لما نعرف انه مثلا مقومات الحياة الناجحة انه في شيء ما بين الاثنين، نتكلم عن الاحترام، نتكلم عن الاهتمام، يعني هي كاسة الحب اللي تولد الاحترام، تولد الاهتمام، مساحة من الخصوصية بين الاثنين، تولد الحقيقة يعني اهداف مشتركة، حسن الانصات والاستماع، هذه مقومات الحياة الناجحة، الحياة الزوجية الناجحة. اذا كان يعني احنا حتى ما نستعجل في الحكم الحقيقة على يعني الحكم على الزواج بالفشل، احيانا ينجح ولا يكون فاشلا، متى ما كان الدافع، اذا سالنا عن الدافع انه والله الدافع فقط يعني هو يعني رضاه بهذه الانسان وصار بينهم سبحان الله تعارف او صار بينهم كذا وتمت، ليس هناك مصالح، لان يا جماعه الخير الحب والزواج خاصه وليس كالمجالات السياسيه ولا المجالات الاقتصاديه، فليس هناك تبادل منافع ولا مصالح، الذي يربط بين الاثنين هو علاقه قويه جدا، قدسية عقد الزواج، هذا عقد مقدس، من لم يهتم ومن لم يحترم هذا الموضوع هذا عنده إشكالية في شيء احنا نسميه حقيقة هرم التمكين الذاتي، بمعنى أي مشروع تقدم عليه تحتاج أن تتدرج فيه حقيقة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى موضوع الوعي الذاتي، بمعنى لديك حقيقة معالم ومعارف وإدراك عن موضوع الزواج وكيف الزواج ولماذا الزواج وما هي مسؤوليه الزواج وما الحقوق الذي لك وما الحقوق التي عليه، كل هذه لابد ان يكون لدى الشاب ولدى الفتاه معرفه تامه والمام تام حقيقي، ليس كما يتصور الان انه الزواج احيانا يعني هو موضوع فقط ترفيه او موضوع فقط سد احتياج او موضوع فقط انه يتزوجها لاجل مصلحه انها ثريه وتغنيه، عندما حقيقه نعرف الدافع من خلال الوعي عند الشاب نعرف احنا نستطيع ان نحكم على هذا الزواج، هل هو زواج فاشل ام زواج سيء؟ قصه النبي عليه الصلاه والسلام مع خديجه رضي الله عنها، وانا خديجه، هي ممكن تتكرر الان وربما تكررت ونجحت. المشكله ليس في تكرارها، والمشكله ليس في الفارق في موضوع ال معناته هنا السؤال دكتور احمد، أين تقع المشكلة؟ المشكلة إحنا نبدأ نتخوف وننزعج من نظرات المجتمع، من ردات فعل المجتمع، أن المجتمع يقول كلام ويبدأ يحكم هذا المجتمع على هذه العلاقة بالفشل فتفشل فعلا.
الأستاذ عبير، يعني احنا مصطلح العيب عندنا، مصطلح السماع للمجتمع، مصطلح الثقافه، هذه لابد ان نتخلص منها. ردات فعل الاخرين، الحقيقه انه علينا ان نهتم بعلاقاتنا نحن بيننا وبين الاخرين ومصداقيه ذلك. ارتبط هذا الشخص بهذه الاداه واقولها بين قوسين، الحقيقه احيانا في اسباب لرضاء الاثريه ان ترتبط بهذا الشاب. نعم. خلونا نكون واقعيين اكثر الان في ظل الظروف الاقتصاديه، في ظل الاوضاع اللي موجوده. احيانا طبيبه عندها يعني مشكله من الوقت، اثريه امكاناتها موجوده، تقدم اليها شاب على قد حاله، في علاقه حب بينهم، ما المانع في ارتباطهم بالزواج؟ لا نجعل هذا الموضوع انه موضوع حقيقه شائك. اذا نظرنا الى موضوع المجتمع، فالمجتمع ربما يعكر عليك كثيرا من المفاهيم وكثيرا من الامور تحت مصطلح العيب وتحت الحقيقه نظرات سوداويه ليس صحيح. لكن علينا فقط ان نفهم هذا هرم التفكير الذاتي. صحيح. اذا اصبح شخص موضوع الوعي الذاتي ثم انتقل الى موضوع المسؤوليه وادرك ما معنى الزواج وما معنى الارتباط، ما في مانع انه يرتبط وسيبقى هذا الزواج. وبعدين دكتور ليش يكون غلط لما المراه ثريه والرجل مثلا اوضاعه على قد حالها؟ ليش غلط؟ ما في، بنشوف كثير من البنات بيكون مثلا اوضاعهم على قد حالهم او ميسورين الحال بيتزوجوا رجال اغنياء، أو مثلاً على سبيل المثال يعني الحين يعني خلينا نتكلم بشكل عام، خلينا نقول في أسرة حاكمة، يعني مثلاً خلينا نتكلم إنه في بريطانيا تزوج واحدة من اللي تعتبر هي بوبليك، يعني شخصية عامة، هي تعتبر من عامة الشعب، زوجته من عامة الشعب، وفعلاً صار كثير انتقادات، كثير كلام، كثير مشاكل في البداية، إلى أن أصبح الوضع عادي جدا. بس هذا ما له علاقة بالفلوس، لأنه هي كمان عندها فلوس عبير. مو ميرك، مو وش اسمه، عندها اللي أنا عارفه. ميغان. في فرق بينهم، ولكن نرجع ترى إلى الله، إلى قول الله سبحانه وتعالى. تأملوا هذه الآية، وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صحيح. ترى هذا الموضوع ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر في الحديث موضوع الاستطاعة اللي هي احنا نقول عليها في هرم التمكين الذاتي المسؤولية. قال يا باب من استطاع منكم الباءة. الباءة يعني القدرة، سواء قدرة مالية، قدرة عقلية، قدرة جسدية، بجميع أنواعها. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لكن أننا نحكم على هذه العلاقة بأنها تماما ربما تكون فاشلة غير صحيح. إذا فقط يعني المرأة تجنبت حقيقة الرجل الانتهازي، هؤلاء في مجموعة الآن للأسف الشديد أنه همهم سرعة أن يكونوا استغلال أو نعم. أو من يساعده، ولأنه شاب للأسف راكد. أنا أعرف قصة واقعية حقيقية. نعم. أم تزوجت من شاب، لما جلس هذا الشاب الحقيقة يعني ما قام بدوره الحقيقي، وعلما أنها كانت هي عندها بعض الدخل، فوجدت أنه في الأخير أصبح عالة جزء آخر على أولادها، وكانت تنتظر أن يكون حقيقة رجل بمعنى الرجولة. فنحن فعلا الحياة يعني الشيء الواقع أنه نحن نحتاج الرجل هو الذي ينفق، الرجل هو الذي يقدم. وبعض الرجال حتى وإن كان راتبه بسيط وتزوج من وحدة ثرية، ما يمنع أنه هو يصارف في الشيء اللي يستطيع فيه. طبعا متى ترى الزوجة واعية، الثرية واعية وعرفت أن هذا يجبها وحبت هذا الزوج، والله نعم. كل هذه الفوارق تذوب تماما، تذوب نعم. تماما. لكن نحتاج احنا الى موضوع الوعي ثم نعم. الوعي ثم صحيح. نعم. يعني الرجل ممكن نقول احيانا يتخلى عن مسؤوليته او عن دوره كرجل في العلاقة الزوجية، من تحمل المسؤولية، من صرفه، زي ما تفضلت دكتور أحمد. يمكن في رجال يقول لك والله أنا راتبي كذا، أنت ما شاء الله عندك كذا، فأنا ليش أصرف؟ أنا خلاص راتبي بخلي لي وأنت أصرفي على البيت وسوي وفعلي. الأمانة هذا الشيء ممكن أن يعني مخجل للأمانة، وما هو دور رجل حقيقي. لكن خلينا نحكي عن المرأة الآن. المرأة هل عندما تكون مسؤولة عن الإنفاق، يعني لما تجي تقول لا خلاص مثلا، أو أنها هي تجي تقول لا أنا مثلا عندي، أنا دخلي كذا، أنا دخلي كذا، أنا بسوي، أنا بفعل، أنا بسفرنا، أنا بشتري لك، أنا بحط لك، هل هذا الشيء دكتور أحمد تشوفه إيجابي أو سلبي؟ وهل ممكن يؤثر على حياتهم وكيف؟ لا، هو لا شك أنه سيؤثر على الحياة، ولا شك أنه يعني خالف
الفطرة. أكيد. يعني ما يخالف الفطرة دائما حقيقة أنه يحدث شيء من الانشراخ أو من الانكسار النفسي أو من الأذى النفسي، لا شك أنه. لكن أحيانا لو أن هذا الشاب يعني لديه حقيقة بعض العمل البسيط، يعني هي ترى أنه مجتهد وهي تساهم في بعض الأمور وهي أيضا مقتنعة، يعني مثلا معلش تسوي ما تستطيع أنها يعني ترتبط لظروفها الخاصة، تحتاج إلى واحد يقدر ظرفها، وهي عندها إمكانات، زوجة فقدت طول العمر عد العمر عليها وأصبحت كبيرة، أخرى يعني ليست بذاك الجمال. ونحن نعرف حديث الرسول أنه في مقومات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من المقومات أنه تنكر المرأة لأربع، وذكر أولها لجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدها. يعني موضوع المال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا أيضا من الأسباب الحقيقة. وهو ده علم النفس عليه الصلاة والسلام قبل أن يدرسها الفلاسفة الآن، أنه من الأسباب أيضا للزواج أهل مال. هل هو أمر خطير ومحرم؟ لا، متى ما كان أنه في حدود القبول من الاثنين. وهي تعرف لك أنها فاقدة شيء معين، وأنه هذا الزوج يحتاج، وهو أيضا لديه حقيقة مقومات أو لديه القيم. القيم الإنسانية، لديه قيمة الاحترام، لديه قيمة التقدير. لديه قيمة حقيقة الرجولة، أنه هو يعني لا بأس أنها مثلا هي تصرف، لكن في 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 ظل يعني نوع من الود وفي نوع من التقارب كمساعدة وليس طالما لوضع. ممكن هي تعطيه الفلوس تقول له تفضل نحتاج المواضيع الفلانية، ممكن بطريقة أخرى. يعني الزوجة متى ما فعلا كان بينهم انسجام ممكن بطريقة غير مباشرة توصل النقود هذا الزوج، وهو الذي يرى نفسه أنه يستطيع. وكم من زواجات نعرفها بينهم فارق، لكن الزوجة يعني كان بينهم حقيقة حب وتفاهم، فأصبح موضوع إبطال المبالغ هذه بطريقة أو بأخرى خلال صحيح. توظيفه من خلال كذا من خلال صحيح. فالأمر متى ما كانت العلاقة فعلا علاقة عن حب وعن تفاهم سيزول هذا الفارق بطريقتها. وأنتم تعرفون يعني لا أرادت المرأة أن تتقبل هذا الزوج. صحيح دكتور أحمد الخميسي مستشار أسري وتربوي، شكرا لك وشكرا للي تواجدك معنا. والأمانة بس إذا تسمحوا لي بس أضيف كلمتي الأخيرة على موضوع الحساس جدا اللي كان يحكي فيه الدكتور أحمد، أنه فعلا إذا كانت هي راضية والحياة في النهاية مشاركة وما وصل إلى مرحلة الاستغلال، فأتوقع أن الموضوع ممكن يكون طبيعي ويصير في انسجام ويكون أسرة سعيدة بإذن الله. تنعتي أهم شيء. لا أنا مو مرة مقتنعة، يعني أنا لازم أكون بعد فلو لازم أمسك العصا من النص. صح. يعني ما أقدر أنه أنا أكون إكستريم في الموضوع. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل. بعد الفاصل الروائي يوسف المحيميد يكشف عن جديده ويتحدث عن طرق اختيار الرواية المناسبة. بعد تجربة سردية طويلة تمثلت في عدة روايات ومجموعة قصصية كرست اسمه على المستويين العربي وحتى العالمي، وذلك بعد ترجمة أبرز أعماله إلى عدد من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والرومانية وغيرها. نسعد اليوم من خلال هذه الفقرة مشاهدينا باستضافة الروائي يوسف المحيميد للحديث حول جديده الأدبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا فيك وبالسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. بداية لو تعطينا لمحة سريعة عن آخر إصداراتك واللي كانت مجموعة قصصية تحت عنوان، والصراحة العنوان مرة لفتني أستاذ يوسف، اسمها تلك اليد المحتالة. بالضبط، هي مجموعة قصصية أو قصة قصيرة جدا، لأنه النمط من كتابة السردية هي يسمى القصة القصيرة جدا. هي عبارة عن نص مكثف في اللغة وفي المشهد. هذه النصوص يمكن أكثر من 40-50 نص قصير جدا، يعني تتحدث عن فترات متعينة مختلفة. أنا بدأت الكتابة في هذا النمط من يمكن من أواخر الثمانينات ما شاء الله، لكن لم أغامر بنشر هذه المجموعة لشعوري أنها مختلفة تماما عن القصة القصيرة. فهي نمط مختلف يجب أن يكون في كتاب واحد. مع السنوات يعني من يقرأ هذا العمل سيكتشف أن
ثمت مجموعة نصوص تتعلق مثلا بحرب الخليج 91، نعم، نصوص أخرى مثلا ترتبط بغزو العراق 2003، نصوص مختلفة إلى أحدث هذه النصوص مرتبطة بوباء كورونا. فمن هنا يمكن جاء العنوان تلك اليد المحتالة، اليد التي كانت تخدعنا أثناء الوباء أنها هي العدو الذي يستطيع أن ينقل الوباء إلى الوجه. واو. فيعني أحد النصوص وردت فيه كلمة تلك اليد المحتالة، من هذا النص أخذت العنوان. جميل، رائع جدا. والقصص هذه مجموعة عندك أستاذ يوسف منذ الثمانينات، والآن قررت أن أنت تصدرها. إذن هي أحداث مرت عليك، وقائع أنت أو تجارب شفتها خلينا نقول موجودة في هذا الكتاب. بالضبط، صحيح. رائع. طب لما نجي نتكلم على الأغلب أو النمط اللي أنت اعتمدته في كتابة اليد تلك اليد المحتالة، إيش كان الأسلوب المعتمد؟ هو طبعا هذا النص يعني قد يتهيأ للبعض أنه من النصوص السهلة. أنا في نظري كتابة رواية طويلة فيها أحداث شخصيات ولغة ممتدة ومرتاحة، صح، يعني أخف من نص أنت محاصر بعدد من الكلمات، بعدد من الجمل، بحيث أنه يجب أن تكون كل جملة وكل عبارة لها هدف محدد، صحيح، بما فيه العنوان. يعني أحياناً حتى العنوان يفسر هذه الأسطرة القليلة، يعطيها معناها الحقيقي. في رسالة تكون بالتأكيد، يعني هي هموم إنسانية، الشخصيات مختلفة، مرات تتحدث عن فتاة، مرات تتحدث عن امرأة عجوز. يعني أنا نشرت كذا نص منها في حسابي في تويتر. رائع. يعني برأيك أستاذ يوسف، إحنا الآن في جيل صعب، في ناس تميل للقراءة جدا، وفي ناس بعيدة جدا عن القراءة، وفي ناس بالنص، وفي ناس تحب يمكن تسمع الروايات أو الكتب أو أيا كان. برأيك الشباب اليوم هل هم يميلون أكثر إلى الروايات الطويلة أو إنهم يفضلون القصص الصغيرة؟ ما عادة يعني الناشرين يفضلوا نشر الروايات، لأنه الرواية يعتقدوا أو يروا أنها هي الأكثر مبيعاً والأكثر اهتماماً. يمكن هذا النمط القصير جداً هو أشبه بالتغريدات، يعني لدرجة أنني استطعت نشر بعض هذه الأعمال في حجم تغريدة. الله. التغريدة عادة متابعة ومقروءة، يعني خصوصا إذا كانت تغريدة يعني تلامس الناس. يعني أنا اكتشفت ردود الأفعال من خلال كذا نص تم نشره في تويتر، واضح يعني من اللايك والريتويت وكذا. فهذا النمط أنا أتصور له قراءه، وهذا النمط اللي هو العمل الروائي له قراءه الخاصين. يعني الرواية تحتاج إلى وقت القراءة، اللي يحبون التفاصيل. بالضبط، هذه النصوص قصيرة، يعني ممكن هذا العمل تلك اليد المحتالة ممكن يقرأ في جلسة واحدة. جميل جداً. أنا عن نفسي أنا ممكن أتوقع أنه هذا العمل ممكن من الأعمال اللي تعجبني، لأنه ألقى ممكن أكثر من قصة، أكثر من حدث في عمل واحد وقصص مختصر. بالضبط، صح معك حق. ويمكن كثير ناس بتحب تأخذ، خلينا نقول الآن جيل الشباب، جيل التكنولوجيا، يحب يأخذ المعلومات أو يقرأ القصة القصيرة. ليش؟ لأنها تختصر عليه وقت، تختصر عليه حتى فهم المعلومة أو النص، حتى ما يأخذ منه الكثير. لكن أنا عن نفسي أحب الروايات، أنا أعشق الروايات جدا. الكثير من الشباب بيشوفوا أنه، خلينا نقول البعض من الشباب مش الكثير، بيشوفوا أنه الرواية هي شيء أطول، فبيضيع فيها الوقت سواء في الكتابة أو في القراءة. فكلمنا إيش تحب تقول لهم، إيش ممكن ترد على هؤلاء الأشخاص اللي بيفكروا كده؟ يعني الرواية طبعا، يعني أنا يعني الرواية تشبه إلى حد كبير الفيلم السينمائي. بالضبط، يعني تماما كما الشاب أو الشابة يتأمل ويحضر أفلام للسينما، الرواية أيضا تعادل يعني نفس الفكرة. يعني اللهم أنه هذا عمل مرئي بصري، والرواية طبعا هي بالكلمات. وكثير على فكرة يعني كثير من الأعمال الروائية تحولت إلى أفلام سينمائية. أكيد. واستمتع المتلقي أو المشاهد بالعمل مرئيا، واستمتع أيضا به مقروءا. وفي كمان يمكن أفلام وهي كتب كانت أفضل من وهي فيلم. بالضبط. لما تجسدت كفيلم. بالضبط. وأيضا يعتمد على القارئ، يعني القارئ في بعض القراء يعني يتفاعل ويتماهى مع الكتاب أكثر من السينما يعني أو الفيلم المرئي. صحيح.
يعني الآن نعرف أستاذ يوسف أن عندك عدة روايات وما شاء الله لاقت كثير من الأصداء الجميلة، ويمكن منها القارورة، أكثر من سلالم، الحمام لا يطير في بريدن، لازم أعرف قصتها هذه، حبيت اسمها للأمانة، ويعني غيرها من هذه الروايات. هل تتصور أنه في يوم من الأيام لو عرض عليك أنه أحد هذه الروايات تتحول إلى فيلم، إيش تتوقع ردة فعلك؟ يعني أنا عرض كثير علي على هذا الموضوع. كيف كانت ردة فعلك؟ يعني أنا دائما وجهة نظري أنه أنا مسؤول عن هذا الكتاب، عن الرواية طبعا. فيما بعد أنا لست مسؤولا عن العمل المرئي طبعا، لأنه هناك كاتب آخر، يعني السيناريست هو من يأتي ويعمل من هذا العمل المقروء يقدمه في عمل مرئي. نعم. فنجاح أو فشل العمل المرئي هو يخصه تماما بالضبط. أنا مسؤول عن كتابي يعني. فعرضت علي أكثر من مرة أن أحاول كتابة السيناريو لروايتي. حلو. يعني أنا أحتفظ بكوني روائي، وأدرك أن السيناريو هي مهنة السيناريست. فأنا لست سيناريستا يعني. أنا أتمنى أن أجرب هذا النوع من الكتابة، لكنها لها يعني لها أشخاصها، تحتاج نمط معين من الكتابة، درجة التخييل، وأنا هذه اللعبة اللي أؤمن فيها في السيناريو أقل بكثير من أنك تكتب عمل روائي يعني. صحيح. المخيلة في العمل الروائي أكثر حضورا. صح. لكن السيناريست هو مجرد يضع مشاهد، يضع حوار، ما يعطيك مجال تتخيل أبداً. كمشاهد أبداً. أنت كمشاهد أنت راح تعيش اللحظة، حتى يمكن إذا ما تتفق معي أستاذ يوسف أو لا، حتى الموسيقى بالضبط. اللي في الفيلم أو بالضبط. العمل السينمائي تحدد لك مشاعرك، أنت بالضبط. الحين متوتر، أنت الحين حزين، أنت صحيح. الحين سعيد. ففعليا أنا ما حسيت فيها الأمانة لما شفت فيلم وكان في أحد من الكلاسات كتابي يقول لك يلا أنت حدد موقفك الحين. شفنا فيلم كامل ما في ولا موسيقى، كان صعب، أصعب فيلم في حياتي شفته. صح. ففعليا أشوف هذا الموضوع، وبالعكس يعني أنا معاك إن كان أنت تحس نفسك خلاص في موضوع الكتابة. بس ودي قبل ما نطلع موضوع أمانة، ودي أعرف موضوع بريدة حقت أو الحمام لا يطير في بريدة. عجبني اسمها يا جماعة، اسم الحمام لا يطير في بريدة. هذا طبعا رواية من أهم الروايات اللي كتبتها. حلو. هي رواية كبيرة يعني ضخمة، تتناول فترة طويلة يعني. هي بطل الرواية شاب يعني جميل، يعاني من مجتمع، طبعا مجتمع ما قبل التطورات والتحديث الآن، فيهاجر إلى خارج البلاد، وكل الرواية هي عبارة عن فلاش باك، يتذكر حياته وحياة أسرته، وحينما كان في الرياض، طبعا معظم حياته في الرياض. نعم. والفترات اللي كان فيها موجود في بريدة أيام حرب الخليج 91، لكثير من الناس الموجودين في الرياض يعني سافروا إلى القرى وإلى المدن القريبة يعني. فعمل طويل يعني، من الصعب الحديث عنه، يحتاج جميل. إلى قراءة. أحتاج أنه أنا أقرأ. وأنا يعني كل مرة أسأل لماذا لا يطير الحمام في بريدة، فكانت إجابتي أقرأ النص، أقرأ الرواية. طبعاً. إذن مها هيكون الظاهر بعد هذه الحلقة هيكون في كلنا هنطلع المكتبة، لأنه مها عجبتها هذه الرواية، أنا عجبتني رواية أخرى. مشاهدين، أستاذ يوسف كتبت أيضاً رواية اسمها فخاخ الرائحة. صحيح. واللي تعتبر أول رواية سعودية تم ترجمتها باللغة الفرنسية عام 2007. صحيح. هذه الرواية مها أنا اللي عجبتني، فأنا حاسة كأنه أنا أبغى أقراها كرواية سعودية يتم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، فهذا دليل أنه الرواية كانت فعلا قوية مؤثرة، جابت مبيعات محلية عالية، عشان كذا تم تذاقلها. تكلمني عن هذه الرواية. هذه طبعا هي رواية ترجمت عدد من اللغات، هي يمكن ثاني عمل روائي بالنسبة لي. هي ثلاث شخصيات، الرواية تحكي عن ثلاث شخصيات. شخصية رقيق يعني تم جلبه من السودان، شخصية بدوي أيضا من الصحراء، وشخصية ثالثة شخصية لقيط. هم يلتقوا هؤلاء الشخصيات في مكان معين في قصر، ثم تتفرق بهم السبل كيف جاءوا إلى هذا المكان. هو كل هؤلاء، كل واحد من هؤلاء وقع في فخ الرائحة. نعم. سبب ترجمة الرواية إذن. لا تحرق علي الرواية. أنا خايفة تقول كل شيء بصراحة. أتوقف. إيوه معلش اسمح لي، عشان أنا حابة من جد أقرأها، لكن كلمني عن سبب ترجمتها للغة الفرنسية. هي يعني للأمانة ترجمت أولا للغة الإنجليزية. جميل. عام 2007 في نفس السنة، يعني الناشر وقع عقدين، لأنه هو الحقوق امتلكتها دار نشر في أمريكا.
فوقع عقدين في فرنسا بالترجمة الفرنسية وفي إيطاليا أيضا الترجمة الإيطالية في نفس الوقت. واو رائع. ف... كيف كانت الأصداء العالمية؟ يعني كانت جدا جميلة يعني في الرواية في أحد الطبعات يمكن الطبعات الأخيرة اللي صدرت عن دار معارك مدارك في كذا مقتطف من ردود أفعال الصحافة الأجنبية. يعني عمل يعني أعتقد أنه هو قدمني بشكل جيد جدا للخارج. رائع جميل. يعني في شخصية في نفس هذه الرواية أستاذ يوسف هي شخصية طراد. صحيح صحي أو طراد صحيح طراد. طيب طراد هل هذه الشخصية مستوحاة من أحد الشخصيات اللي كانت موجودة؟ يمكن سمعنا إشاعة يقولون أنها مستوحاة كمان من شخصية رشاش العتيبي. إذا هذا الموضوع هذه إشاعة صحيح أو مش صحيحة؟ لا طبعا لا شخصية طراد هو قاطع طريق فعلا. نعم. لكن يعني أنا أسميه قاطع طريق نبيل يعني. نعم. هو يقطع الطريق لحاجته فقط لكن لا يهدر لا يسفك الدماء. نعم. فكان يعني في الرواية هو حريص أنه ما يقتل أحد. إلى أن تم القبض عليه من قبل قافلة مسافرة للحج، وقرر أمير القافلة بما أنهم مسافرين إلى الحج أنه يدفن هو وصديقه في الرمل إلى رأسيهما. أنا ما أحب أحرق. أيوة. لا تحرق عليه. بس أنا كان ودي أعرف هذه المعلومة لأن في ناس كثير تقول لا. ممكن أنها تكون مستوحاة. شكرا لك على التوضيح. طيب الحين نجي للأدب السعودي بشكل عام أستاذ يوسف، واللي شفناه يمكن ظهر وأنت ما شاء الله تبارك الرحمن يمكن أكبر دليل أنه ظهر بلغات متعددة وفي مكتبات أجنبية، لكن هل برأيك أنه لسه في قصور في موضوع الترويج للأدب السعودي باللغات الأخرى أو المكتبات الأجنبية؟ يعني هذا موضوع يعني موضوع شائك، يعني الحديث فيه صعب، يعني لأنه من المسؤول عن الترجمة؟ هل دور النشر الأجنبية تلتفت إلى كاتب معين؟ نعم. وتقبل على أعماله وتترجمها، وبالتالي هو طبعا النافذة الأولى أنا في نظري لغة واحدة، يعني حينما يصدر العمل باللغة الإنجليزية. نعم صح. اللغة الإنجليزية واسعة الانتشار وبالتالي يقرأ من قبل لغات أخرى وتم التعاقد على ترجمته، فهي سلسلة مرتبطة ببعض. هل المؤسسات الثقافية مسؤولة عن ترويج العمل الرواية السعودية أو غيرها من الكتب السعودية أمهات الكتب السعودية؟ نعم. إلى لغات أخرى أعتقد ممكن يكون لها دور، لكنها ليست دور كاملا على المؤسسات الثقافية. على الكاتب بالضبط. يعني أنا دائما وجهة نظري اكتب نص متميز ودعه يتحرك، يعني النص سيصل. يعني تدعوهم أنهم ينشرون باللغة الإنجليزية بالتحديد لأنها يمكن أكثر انتشار. لا هو كتابة النص باللغة الأم باللغة العربية طبعا، حينما يلفت الانتباه سيصل إلى لغات العالم. هذه هي باختصار. ولماذا لما وصلت فخاخ الرائحة إلى اللغة الفرنسية قررت أنك تسميها الذئب والقمر؟ شوف كيف أنا رجعتك على فخاخ الرائحة مرة ثانية. طبعا لا، هذا العنوان مش بالفرنسي، هذا بالإنجليش كان لما أنت بترجمتها باللغة الإنجليزية. نعم. هو طبعا وجهة نظر الناشر أنه عنوان فخاخ الرائحة The Trap of the Scent يعني وقعه مو غير جيد بالنسبه للوستن اوديونز، للجمهور الغربي بالضبط. ما يعني هم ما يعني الكلمه غريبه تركيبه، فهم فكروا انه بما انه فيه ذئاب، طبعا الذاكره الغربيه مرتبطه باكتمال القمر، دائما يرتبط الذئب باكتمال القمر. صحيح. فهم فكروا ذا كريسنت مون انه الهلال هو يرتبط بالثقافه الاسلاميه اكثر. صحيح. فربطوا الذئاب بالهلال، يعني بدلا من ارتباط الذئاب باكتمال القمر كما هي الثقافة الغربية، فأصبح له خصوصية مختلفة وأيضا يدعو إلى التساؤل بالنسبة للقارئ الغربي. جميل 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 جميل. طب نعم بالضبط. أنا يعني فعلا قاعد أتخيلها الكلمة ما لها دخل بالإنجليزي، أحس الموضوع بيصير غريب يمكن كاسم. حبيت الاسم الجديد. بالضبط. حبيت الاسم الجديد. أنا عندي بس سؤال أخير. أستاذ يوسف كروائي معروف وبتكتب من سنوات طويلة ما شاء الله عليك ومخضرم، خلينا نقول ما رأيك في الجيل الحالي من الروائيين
خاصة أنه الآن بنشهد في معرض الكتاب ما شاء الله مجموعة لا بأس بها من الكتاب الشباب سواء كانوا إناث أو رجال. يعني أنا كنت قبل يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع في ملتقى الأدباء. نعم. الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة. هناك عدد من الكتاب الشباب والشابات اللي يكتبون نصوص قصصية وروائية، يعني فعلا متميزين ولديهم شغف بالكتابة ومواصلة الإبداع، لكن يعني المسألة الوحيدة اللي أنا لفتت انتباهي استعجال قطف الثمار، يعني هي تحتاج إلى وقت. يعني أحيانا بعض الكتاب يعتقد أنه من الكتاب الأول يعني ممكن أن يحقق مجد لا يضاهى، وهذا غير صحيح طبعا، يحتاج إلى صبر ومحاولة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لكن أنا متفائل بالجيل القادم، يعني في جيل من الشباب يكتبوا برغبة وشغف. نعم، وخيال واسع، يمكن خيالهم بعد أوسع مما ممكن نحن نتصور. وعلى طاري الخيال ودي أسألك صراحة سؤال مهم، لأنه أنا لما أوقف في مكتبة أتورط، أفتح وقد أقرأ من نص الكتاب وأشوف عجبني ولا ما عجبني، أحيانا أطول وأحيانا أطلع بأشياء جميلة وأحيانا أقول ليتني أخذت شيء مختلف. أستاذ يوسف، هل أنت من الناس اللي تفضل الروايات الواقعية أو الخيالية؟ يعني الرواية في المجمل هي رواية متخيلة. نعم. حتى لو كانت تستند إلى الواقع. نعم. يعني أنا في الكتابة أميل إلى كتابة الواقع، كتابة المجتمع. أثناء الكتابة ثمت مخيلة، يعني المخيلة حاضرة في أي عمل روائي في نظري. ولا يعني حينما نقول الخيال معناها أنه بعيد ومنفصل تماما عن الواقع، هو يستند إلى الواقع، لكن الكاتب يكون لديه هذا الاتساع من المخيلة، تخيل الشخصيات، تخيل المكان، وبالتالي يعني تحضر المخيلة، يعني شئنا ما بين في أي عمل روائي. أنا شخصيا مع العمل الذي يستند إلى الواقع أكثر. الروائي الأستاذ يوسف المحميد نورتنا، وشكرا لتواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. شكرا. خلصت حلقتنا اليوم مشاهدينا، ولا فاصل؟ فاصل ومكملين معاكم. مشاهدينا، خلونا نتابع أكاديمية وطنية تهتم في صناعة الأبطال منذ الصغر، تشارك فيها مجموعة من النساء السعوديات من خلال رياضات مختلفة ومتنوعة. خلونا نشوف التقرير التالي واللي أعدته لنا الزميلة عهود إنفعي. أكاديمية مهد هو مشروع وطني يهدف لصناعة أبطال لجميع الرياضات للجنسين، الفئة والأعمار يبدأ من 6 سنين وفوق. اللاعبين يسجلوا في الرابط أول شيء عندنا في الموقع، وبعدين يجوا عندنا لتجارب الأداء، وبعدها نختار لاعبين يدخلوا برنامج لأسبوع ل6 أسابيع عشان نشوف التطور والإمكانيات بشكل مدقق، وبعدين نختار المواهب ولا الأبطال الإليت، وحاليا هم موجودين عندنا في مهد أكاديمية مهد. الرياضات اللي موجودة حالياً في أكاديمية مهد فنون قتالية وألعاب قوة وكرة قدم وكرة يد، وطبعاً عندنا رياضات تانية وإن شاء الله في المستقبل حتكون متواجدة. تجربتي كلاعبة كرة قدم، كنت لاعبة لمدة 15 سنة في أمريكا، ومارست الرياضة في جدة آخر 6 سنين، وحالياً صرت مدربة كرة قدم في أكاديمية مهد. التدريبات، احنا نقيم اللاعبين كل يوم، نشوف ايش نقطة ضعفهم وايش الاشياء اللي نقدر نحسن في ادائهم، ونخطط اسبوعيا وشهريا، عندنا اهداف معينة عشان نقدر نعطيهم برنامج كامل، ونركز على اشياء معينة في ذهنيا وبدنيا. فزي التمارين اليوم مركزين على فينيشينج ولا شوتينج، فنعمل تمارين التكنيكال والتاكتكس عشان يقدروا يكونوا يمارسوا
التمارين بشكل كامل. النظام الغذائي نعم، نتأكد اللاعبين قبل ما يجوا التمارين عندهم أكل جاهز عندنا في الكافيتيريا عشان يمارسوا الرياضة، طبعا هو ساعة ونص، وعندنا أكلات ولا وجبات بعد التمارين ياخدوها معاهم للبيت أو ياكلوها هنا عندنا في الكافيتيريا. رسالتي للبنات أنه يمارسوا الرياضة وعندهم هدف معين للمستقبل، يشتغلوا على نفسهم ويعطوا وقت من يومهم أنه يوصلوا للهدف اللي بيحاولوا يوصلوا. إلى أرض الأبطال، شكراً أكاديمية مهد وشكراً زميلتنا عهود نفيع على هذا التقرير الجميل. يمكن ما شاء الله بنشوف كثير من البنات السعوديات الآن بيدخلوا شتى ومختلف أنواع الرياضات كلها صحيح. تقريباً بنشوفهم بيضعوا عليها بصمة. يمكن الأسبوع اللي فات تكلمنا عن داني عقيلي الراليز في الراليات، دوري كرة القدم للسيدات كمان كان من فترة، والفرق ما شاء الله النسائية بتبرز يعني وبتبان وبتتميز بصراحة في الأداء، شوية شوية كمان هيبدأوا يصيروا لهم رعاة. لكن ما احنا معنا شوية وقت حلو، خليني أسولف معك هذه السالفة. تفضلي، عندك شيء؟ اشربي قهوة. اشربي يلا يلا، خلنا نتقهوى عشان نشوف وش السالفة. تعبير انت الله يستر منك يا عبير، سالفتن زينة والله متأكدة. اي لا لا والله أبد يلا أبد. أنا قبل شوي إحنا بنتفرج على التقرير كذا التفيت وشفت عندنا خلفية مرة حلوة، مكان يصلح للكشتة للأمانة، كجو مرة حلو، بيكنيك رائع. خلينا نقول الحين بدأ الجو تطلعين مخيم. اي والله اليوم الحين قاعدة أفكر، قاعدة تراودني الفكرة أنه بعد الهواء ممكن أخذ الأسرة الكريمة ونروح مكان كذا زين، لأنه الأجواء صارت حلوة مرة في الليل. كويس اني قلت في الليل ولا كنت بزعل منك؟ لا 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 اتكلم عن قسم بالله وانا جايه، انا انسانه مو راعيه راح المكياج. لا لا انا ايوه صح، هي اتعنت في المكياج وراح المكياج قبل الهواء، ولكن صدق صدق فعليا الجو قاعد يتحسن في المساء. بنحب نجلس برا اذا كان في جلسات في الحوش على السطح، فبتكون الاجواء حلوه. كيف ايش بتسوي؟ والله ذكرتيني ارتب جلستي الخارجيه، لان فعليا في الفتره الاخيره يمكن كنت ما أقدر، أنا ما أتحمل الحر يا جماعة. شو أنا مرة أحب الصيف، أحب أجواء، بس الصيف إذا أنا على البحر عادي إن شاء الله درجة الحرارة 140 عشان رطوبة، بس أنا في البحر بس مو بهين يعني. للأمانة الفترة اللي راحت الحر كان شوي طاقة بالنسبة لي، بس صادقة أنت لنا أسبوعين الحين الجو يجنن في الليل، يعني صح. بعد المغرب يصير الجو مرة حلو. أنا قبل شوي يمكن في بداية حلقة كنا نحكي عن موضوع الفعاليات، أحب أشوي عبير، أحسن وحدة تسوي ستيك، أحسن وحدة والله العظيم والله العظيم. كل واحد قال تكلمي لو سمحتي عن الشوي. أنا لا الصدق أنا مرة أحب الشوي أصلاً، يعني عادي لو أكل كل يوم مشوي عادي يعني، بس أهم شيء كيف تحب الستيك حقك يا مها؟ ويل دان ميديوم ويل. يا شوف دحين دخلنا في الأكل، كنا قاعدين نتكلم على الكشتات يا جماعة ما له دخل. لا بالعكس على فكرة مرة حلو الشوي مع الكشتة مع الأجواء دي في الليل في المساء، ترى احنا بنتكلم عن كل شيء. بتولعي نار؟ اي طبعا لازم، بس الحين جو لسه حس مو حق ولا شمعات. اي لا بدري الحين، لا عادي شواعي عادية ونشوي، وبالعكس والله ذكرتيني ممكن اليوم نسوي أجواء ممكن. ذكرتيني عبي خليتيني أسوي فعاليات. طيب الكشتات، أنت من الناس اللي في الشتاء تحبين فعلا الكشتات ولا تحبين تروحين مثلا المطاعم؟ أنا مثلا أعرف بعض البنات يحبون يروحون المطاعم اللي outdoors، يحبون يقعدون برا أو اللي مفتوحة. لما تحسي جايك مودك إنه أحد مثلا هو to serve on you اللي هو يعني يخدم عليك، أنا صح يقدم لك السيرفس. بس أوقات كثير ويمكن أغلب الوقت عارفة لما تلبسي أي هودي على شراب ما تعرفي كيف لابسة، شو لابسة كروكس على الشراب، حالتك صعبة عارفة الخرجة هذه اللي مع أهلك في البراد وتولعوا كده حطب وتجلس. أنا أحب هذه يعني الكشتة بالنسبة لي شيء مقدس، وأحس لازم يكون فيها عائلة صديقات مرة مقربات. أي. جوها جميل جدا. الأجواء الحين الحمد لله تحسنت من جد، كمان أسبوعين يمكن نقدر نخرج الصباح، يمكن هذا المنظر يصير عندنا. الله. طب دقيقة، أنت يعني الحين أنا أحس يعني في كل كشتة كل شخص عنده وظيفة، يعني أنا مثلا وظيفتي إذا كان في شوي أنا أشوي، حلو،
إذا كان في كبسة أنا ما أحب أسوي كبسة بس يعني كبسة. أي أحد ثاني يسويها. أنت إيش وظيفتك في الكشتة؟ والله كل شيء أحسني أسوي كل شيء. تطبخين يعني تحبين فقرة الطبخ؟ كريحة أيوة. حطب أيوة وكشتة. أيوة أيوة أنا من زمان على فكرة أنا مرة من زمان ما خرجت كشتة أقول لك سنتين أنا يعني فترة كورونا أصلاً ما أطلع من البيت صرت بيتوتية أكثر حلو كنت أخاف نوعاً ما لكن الحين مع التحصين أصلاً صرت ناسي إنه في شيء اسمه كورونا بما إنه تلقحنا الحمد لله جرعتين فعلياً صرت ما أخاف وصرت صار الموضوع تقريباً منسي بالنسبة لي ممكن إيوة أرجع أعيد الذكريات هذه أحب إيوة إنه أسوي صراحة مثلا على فكرة خصوصا إذا كان شتاء الجو لسه هو مو وقتها دحين بس إذا كان شتاء أنا علي الحليب زنجبيل الله لا رسمي هذا 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 لازم أنا أسوي بضبطه أحب أولع النار أحب أولع الحطب يجوا يتفلسف هو النار غلط علي بس إنه أنا أحب الجودة الله عرفت إيه بداتي خلصنا حلقتنا لليوم خلصنا الحلقة يا مها لا لا زعلت أنا أشكر تواجدك معايا اليوم يعطيك ألف عافية كانت حلقة مميزة جدا شكرا لك أكيد قبل لا أختم معاكم حلقتنا مشاهدين اليوم نذكركم بالمشاركة في استفتاء سيدتي عبر هاشتاج استفتاء برنامج سيدتي سؤالنا لكم إيش هو الموضوع أو المواضيع اللي حابين نستعرضها ونتناقشها أنا والزميلات في برنامج سيدتي خلصنا؟ قول باي خلصنا قبل شوية كنت بختم الحين ما أبغى أختم مشاهدينا نشوفكم بكرة أكيد في أمان الله.